مشاهدينا، بدأ العد التنازلي وأيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الشهادات العامة، والطلاب والأهالي يعيشون هما كبيرا مع اقتراب ساعة الامتحانات، ويأتي هذا القلق نتيجة ما ستترتب عليه هذه الامتحانات من نتائج قد يكون لها دور فعال في تحديد مستقبل الطلبة وعلى تفاوت شدته بين إنسان وآخر. إن الامتحانات مشاهدينا شأنها شأن غيرها من التجارب الحياتية التي يمر بها المرء. أيام الامتحانات المعدودة ستقطف ثمار عمل سنة كاملة من الجهد والمتابعة والمذاكرة والتحصيل العلمي. الثمار المقطوفة ستكون مختلفة ولكل مجتهد نصيب. وفي ندواتنا الإرشادية اليوم على شاشة الفضائية التربوية السورية، مستمرين معكم لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم برفقة نخبة من أهل الاختصاص، لنساهم في التخفيف من وطأة الضغط النفسي والقلق الذي تشكله هذه الفترة عند الطلاب والأهالي. طبعا مشاهدينا، يمكنكم الاتصال على الأرقام التي تظهر الآن على الشاشة، وأيضا عبر التعليقات يمكنكم مشاركتنا على الصفحة الرسمية الفضائية التربوية السورية، الصفحة الرسمية على الفيسبوك، من أجل أن نفيدكم بكل ما يتعلق بهذه الخبرات التي يمتلكها ضيوفنا الأكارم، ولنطمئن أبناءنا ولنطمئن أبناءنا الأعزاء وأهاليهم حول جاهزية المراكز الامتحانية، وتوفر أيضا أفضل شروط الصحة والسلامة ضمن القاعات الامتحانية للطلبة وللكوادر التربوية القائمة على العملية الامتحانية. سنتوسع أكثر حول خطة مديرية الصحة المدرسية وتطبيق إجراءات الصحة والسلامة الخاصة بالامتحانات. طبعا يسرنا مشاهدينا أن يكون ضيفنا في الاستديو الدكتور جهاد الخوري، رئيس دائرة الصحة المدرسية في دمشق. يسعد مساك دكتور، وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيكم يا هلا. بالبداية نحن حابين نطمن الأهالي وجميع المشاهدين حول جاهزية العمل لديكم والاستعدادات للمرحلة المقبلة، والتي هي تشكل مرحلة حساسة جدا، وأيضا هي حساسيتها تنبع من شدة المسؤولية ودقة العمل فيها. نعم. تبدأ تحضير الامتحانات من أول يوم دوام مدرسي. وزارة التربية بكل مديريات ودوائرها عم تجهز خلال العام لموضوع الامتحانات النهائية. نحن كدورنا كدائرة صحة مدرسية خلال العام هي تهيئة البيئة الصحية السليمة للطالب أثناء العام الدراسي وصولا إلى الامتحانات، ومكافيه إن شاء الله أثناء الامتحانات بهالجهود هي. مثل ما معروف انه القلق الامتحاني موجود، تركزت عليه اخر سنتين بالمشاركه بين وزاره التربيه والصحه العالميه. سوينا ندوات للاطباء الصحه المدرسيه بدمشق، عملنا لهم دورات رأب فجوه نفسيه للمساعدات الصحيات، اسعاف نفسي اولي لمراقبه اي خلل نفسي موجود عند الطلاب خلال العام وتهيئته لدخول الامتحانات بشكل جيد. نعم، إذا دكتور هناك إذا جاهزية عالية، هذه الجاهزية أكيد لم تأتي بين يوم وليلة، وإنما من خلال يعني العمل اللي عم تقوم فيه على مراحل العام الدراسي وصولا لهذه المرحلة الحساسة. حابين نتعرف أكثر على خطة العمل لدى الصحة المدرسية، وأيضا أهمية تنظيم هذا العمل وصولا لهذه الجاهزية العالية اللي حضرتك حكيت عنها دكتور. تطلع الخطة الامتحانات من قبل سيد المدير، نعم، مدير التربية الأستاذ سليمان ويونس، بشكل يعني خاص بقدم الشكر. أنا عم بشوف الجهود المبذولة حرام والدعم الكامل بخصوصي لدائرتنا، أنا بعرف وفي متابعة أيضا. نعم نعم نعم، بالنسبة للبيئة الصحية الصحيحة أثناء الامتحانات. تماما. نحن كدائرة يوجد لدينا 8 مراكز طوارئ، أنا حاب أحكي هالموجود يعني أو نعم. الخطة تبعنا مشان الأهل كمان يطمنوا مع الأولاد أنه العلمية الامتحانية بخير إن شاء الله، وحد مراقب بشكل جيد وعنايتها كمان إن شاء الله تكون فائقة. نحن بمدينة دمشق عندنا 8 مراكز طوارئ مزودة بأطباء ومساعدات صحيات على جاهزية كاملة وخبرة عالية للإسعاف الأولي. يوجد كل مركز طوارئ سيارة إسعاف. نحن الحمد لله وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشكورين وزارة الصحة كمان كثير عم يقدمونا الدعم الموجود اللازم لتكمله المسيره الامتحانيه او العمليه الامتحانيه. بكل هالمراكز هي موصوله معنا بدائره بغرفه عمليات موجوده اثناء الامتحان. اي
طارئ، ورؤساء المراكز مبلغين أي طارئ ببلغوا هالغرفة هاي للطوارئ الموجودة أثناء المراكز تماماً الامتحانية. تماماً نحن نبلغ فيها، يبلغ أقرب مركز طوارئ لأقرب المدرسة القريبة عليه، بيطلع بسيارة إسعاف طبيب ومساعدين صحيات تماما. وشو الحالة الحالات ونحن قبل ما نتوسع تفضل تفضل. بالحالات دكتور، يعني حضرتك ذكرت أن هناك خطة صحية لهذه الامتحانات خلال العام الدراسي من خلال أهم برأس القائمة تجهيز 8 مراكز طوارئ. نعم مركز الطوارئ يعني فينا ناخذ لمحة عن محتوياته نعم ومكوناته، مين الكوادر الموجودة فيه وعلى أي أساس تم اختيار المكان كتوزيع جغرافي يعني؟ نعم توزعت الثمان مستوصفات او ثمان مراكز الطوارئ بالتساوي او يعني بطريقه جغرافيه مناسبه لدمشق بشكل تغطي جميع المدارس وجميع المراكز الامتحانيه بدمشق. نعم كل مركز تابع له مدارس ومراكز امتحانيه قريبه عليه، كل مركز مزود لنا بسياره اسعاف، حقيبه اسعافيه اوليه بتقوم فيها جميع الادويه واللوازم اللي ممكن نجري فيها اسعاف اولي. نعم اي شيء طارئ بيخبرنا عن فيه الطبيب او المساعد الصحي الموجوده معه لان نحن بنوجهه شو الخطوه اللي بعدها. موجود بروتوكول صحي سنوي عن خطه الصحه المدرسيه اثناء الامتحانات. تمام. الحمد لله بشكل كونه دوري عم يتطور كل سنه عن سنه. عم تمام. نحاول ان ندخل فيه مثل السنه الماضيه والسنه القلق الامتحاني، نقوي الطلاب او نخفف التوتر القلق عندهم. تماما. نوجد الشغلات اللي كانت نواقص السنه الماضيه عم نحاول نحن نزودها هلا بشكل افضل، يعني بشكل انه تكون تمام. عمليه امتحانيه متطوره سنه عن سنه بما يناسب الطلاب لمصلحتهم او لمشان هيك يفوتوا على بيئه امتحانيه تماما صحيه. تماما. هلا بالنسبه لمركز الطوارئ هو بحاله استنفار سيكون يعني قبل بدء الامتحان ولنهايه نعم الفتره قبل الامتحان الامتحانيه. نص ساعه وبعد الامتحان كمان بفترات تماما. مجهزه. ولكن ماذا عن الحالات التي تستوجب تدخل مركز الطوارئ؟ هل كل اتصال يعقبه مثلا درجه عاليه من الاستنفار او تحرك، ام ان هناك حالات خاصه معينه فقط تستوجب تحرك مثلا سياره اسعاف او استنفار الكادر الطبي؟ نعم نعرف نحن عملية امتحانية متى ما بلشت ساعة الصفر فهو صار في قدسية الامتحان، تماما. يعني موضوع انه دخول مركز امتحان الخروج من مركز امتحاني ما ممنوع يدخل عليه مرة ثانية اي طالب. نعم خرج من نحن بنحاول نعالجه داخل المركز بشكل اسعافي الا اذا اضطر لا سمح الله في حالة اكبر من هيك. عندنا نحن مركز الصحي الموجود بدمشق مجهز كمان بأجهزة طبية ممكن نحن نحوله على المركز الصحي، في كمان أطباء أخصائيين هني بيشوفوا حالته. نعم. الحالات اللي هي الأكثر هي متداولة هي الإغماء، نقص سكر مفاجئ. يعني هاي كلها بتجي نتيجة خوف أم ماذا؟ نعم أما هلا أما في هناك مبررات أنا أو بحب ركز للأهالي والطلاب شوية نصائح قبل الامتحان. النوم اقل شيء من 6-8 ساعات قبل الامتحان. نعم. ضروري ضروري. الراتب الغذائي ما يتغير، نحن هون فتره انتقال درجات الحراره خلال النهار والليل عم تبدل بشكل يعني في فرق كبير بين النهار والليل بيؤدي لالتهاب امعاء او مغص مثل ما نقول بالعاميه. الراتب الغذائي تبعهم يكون منتظم، ما في لك واحد ما قابليه طبعا التوتر بيفقد شهيه للأكل، بتلاقي الطالب ما بياكل، لازم يكون فطوره موجود، عشاءه موجود، النوم من 6-8 ساعات يوميا. ثاني شيء بنصح الاهل ما يزيدوا التوتر على اولادهم، يعني هلا نحن شو هيك تبع بقى ساعه الصفر يعني كانه في فايت هو على حرب ولا فايت، نحن على طول بنهديهم انه امتحان بتلو بتل اي امتحان ثاني بدنا نركز شوي اكثر لانه هو نتيجه عام كامل او نعم. مو عم بفصل معين. تماما. يعني مشان هيك ما بدنا احنا نزود على انه هذا مصير وهذا مسؤوليه، ونحمل الطفل او سن المراهقه مسؤوليه اكبر تمام عليه. معناته نحن هون بدنا نعول على دور الاهل اهل. نعم. اللي هي عم تحتضن الطالب بالساعات الاخيره او الدقائق الاخيره قبل الانطلاق للمركز الامتحاني. نعم. صحيا ونفسيا قد ايه من المهم نهيئه لهذا الطالب لحتى ما يتعرض لتاثيرات هاي الهرمونات الادرينالين اللي بتصاعد صحيح. عمليه الخوف والتوتر والقلق، وبالتالي ممكن تؤدي الى تصاعد الحاله النفسيه وبالتالي ارتباك نسيان والى ما هنالك. هاي النقطه كثير مهمه وحساسه نحكي ولازم نحكي فيها. رح اقول لك شغله بس ما يعني ما تعتبر مجامله. نعم. من سنتين لهلا كثير ارتفع عدد مشاهدين القناه التربويه. تماما. في تطور مستمر شهادتنا مجروحة فيها، مشكورين كثير انتم بنشر الوعي
العلمي والثقافي للطلاب وخصوصا الاهل، لانه الاهل كمان عم يتابعوا البرامج الارشاديه والامتحان، وكثير عم توصل الفكره الصحيحه من مصدر صحيح. تماما. وان شاء الله هيك يلتزموا بالتعليمات. هو هذا هدفنا دائما، ودائما شاشه التربويه السوريه بنوه لمشاهدينا مستمره طيله ايام العام الدراسي وليس فقط مشاهدينا خلال فتره الامتحانات. شكلت مصداقيه كبيره وثقه عند الاهل والطلاب. تمام. والله يعطيكم العافيه. اذا نحن دائما يعني المعلومات ناخذها من المصدر الرسمي الصحيح. نعم. اي مصادر غير هذا المصدر هي دائما يكون السوشيال ميديا يعني طبعا فيها، وانما غير دقيقه بكل نعم. الاوقات. نعم. اذا نحن امام حالات مرضيه تستوجب تدخل مركز الطوارئ، وحكيت لنا حضرتك صحيح. على طبعا طوارئ الصحه الكوادر الموجوده. نعم. الكادر الموجود ما هو؟ هل هو عباره عن كادر صحي طبيب فقط طبيب. ولا في هناك كادر يعنى بالصحه النفسيه او موجود او ماذا؟ موجود. نحن دائما دول قلنا انه نحن قدوا اطبائنا ومساعدينا الصحيات لدورات خلال عامين متتاليين، دورات صحة نفسية وإسعاف نفسي ورأب فجوة نفسية. نعم. هن مخولين، هن حتى بعلاج بعض الحالات البسيطة أو الطفيفة أو الواضحة. نعم. وطبعا أنا يعني ثقتي كتير كبيرة بزملائي وكلهم يعني خلال الفترة هاي مستعدين وجاهزين وعلى قد يعني قد المسؤولية إن شاء الله. نعم. هلا بدنا نحكي عن عملكم خلال فترة الامتحانات. هلا قلت لنا دكتور تم تجهيز مراكز الطوارئ الصحية، هي بتكون دوامها فقط أثناء الفترة الملازمة للفترة الامتحانية أم أن يكون هناك في مناوب مثلا؟ يعني عن طبيعة العمل والدوام كيف تبدأ؟ تبدأ مع الامتحانات وتنتهي مع الامتحانات. هل المركز هذا مخصص فقط لوقت الامتحان فقط؟ بيفتح قبل الامتحانات بشوي بسكر الامتحان بشوي. تماما. هذا المركز اسمه مركز طوارئ الامتحانات، فخارج اوقات الامتحان نحن ما دخلنا. تمام. كل واحد يرجع لعمله لدائرته لمكتبه. تمام. الاول يعني. طيب سؤال بيطرح نفسه دكتور، الان قبل البدء بالعمليه الامتحانيه، هلا بنعرف احنا في حالات مرضيه قد تكون مزمنه، في حالات بتستوجب هي ادخال ادويه بمنتصف الامتحان او يشرب مي او ياكل مثلا قطعه فيها سكر او الى اخره مهما كانت هاي المتطلبات، هون شو المفروض على الاهل هن يقوموا من اجراءات يتخذوها لحتى هن يساعدوا ابنهم وبالتالي يحطوا المركز بالصورة؟ وهل هو مفروض مركز امتحاني أم مركز طوارئ ينحط بصورة الحالة الصحية للطالب؟ شكرا على السؤال. نحن بدنا نفرق بين الحالات التي تتوجب دخول مركز صحي والحالات المرضية المرافقة لأثناء الامتحانات أو المزمنة. نعم. التي لا تلزمنا بدخول مركز صحي. نحن عندنا عدد من ذوي العلاقات الخاصة اللي عندهم مشكلة خاصة فيهم، دول نحن بنجهزهم قبل بوقت. نعم. من محولين من مركز الامتحانات يخضعوا للجنة طبية عندنا لتقييم نوع المساعدة. يعني كل شخص نحن بنشوف نوع المساعدة. هاي الحالات المزمنة يعني هذه. نعم. بنحط. نعم. بنحط بالصورة وضع الطالب قبل الامتحان أثناء التسجيل. نعم. الامتحانات. نعم. قبل الامتحانات ونحن هدفنا هو طريقة أو شو نوع المساعدة نقدمه. تماما. نقدم له اياها اثناء الامتحانات. الامراض الثانيه المزمنه اللي عم تترافق نحن بقيد بشروط وزاريه موجوده. نعم. في احتمال انه يكون في عنا حالات شرطيه اسعافيه موجوده، نحن مراقبينها مثل ما اتفقنا اول ما حكينا. أكيد. الاشخاص اللي عندهم مشكله مزمنه نحن معلم طبعا عن طريق فقط الطالب رئيس. نحن بيكون عندنا يقدم نحن اوراق لنا نحن يعني كلجنه بيكون نحن بنحط اسمه. نعم. نحط نحن اسمه نحن على في طوارئ انه هذا الشخص في عنده مرض. نحن هذا اي شخص من المركز الامتحاني بيتصلوا فينا عن اسم الشخص انا دغري بعرف شو نوع المساعده بقدم له اياها. تمام. يعني لازم يكون هناك الأهل داتا الأهل يعلمونا عن الامراض المزمنه. تمام. لاولادهم قبل بوقت نحن بنكون نحن متهيئين لا إلون قبل بقى. هذا الحكي بتوجه فيه للطلاب، ولكن دكتور أيضا هناك زملاء مراقبين وإداريين يعني في العملية الامتحانية كمان هني بيكون عندهم أحيانا حالات مرضية مزمنة قد تكون وقد تكون آنية أو غير متوقعة كمان، هذول شو وضعهم؟ هل أنتم معنيين بهؤلاء بهاي الفئة ولا فقط مع الطلاب؟ يوجد لجنة طبية لتقييم الحالات الطبية. الامتحان مو بس فقط هو الامتحان هو فقط طبي،
في حالات تانية إنسانية، في حالات اجتماعية، في حالات سفر. أوكي، الموضوع نحن أنا بتمنى على كل زملائنا المدرسين والمعلمين إنه هالشهر هذا شوي يعني كلنا عم نتعذب، يعني من طلاب في ضغط، لأهل فعلا في ضغط نفسي على أنتوا نفس الجميع. الشيء، يعني هالفترة هي نمشيها عند الشهر هذا، كل واحد عنده ظرفه الخاص فيه، نتجاوز الظروف الخاصه، نتحمل بعض، ايوه نتحمل بعض. نتحمل شوي، نمشي هالشهر هذا على خير، لانه هو نتاج تعب سنين طويله. صحيح. بقى نحن وقت انا طالب، نفترض انه طالب قاعد مجتهد، انا بدي اوفر له بيئه امتحانيه صحيحه، نعم. كان طبي صحي او اجتماعي او نفسيه، ما يكون في توتر، ما يكون في ضجه، ما يكون في الحاح، ضغط على الطالب، هذا تحميله مسؤوليه. بوجود المراقب، مراقب ورؤساء المراكز وامناء السر بالمراقبه الحثيثه، طفل المندوبين، مندوبين الوزاره ومندوبين التربيه مراقبين لهالعمليه الامتحانيه هي، ونامن البيئه الامتحانيه الصحيحه. بتمنى على زملائنا انه هيك يعطيهم هيك الصبر والقوه هالشهر، نستحمل بعضنا مثل ما تفضلت. هو هاي ابرز التوجيهات الامتحانيه. نعم. طب اسمح لنا نتوقف بتليفون مع تفضل. الاستاذ ناظم. ناظم صالح، دكتور. الدكتور ناظم صالح، رئيس دائره الصحه المدرسيه في طرطوس. يسعد مساك دكتور ناظم. مساء الخير دكتور. دكتور ناظم عم تسمعنا؟ نحن معنا على الهاتف الدكتور ناظم صالح، رئيس دائرة الصحة المدرسية في طرطوس. دكتور ناظم ما بعرف إذا عم يسمعنا. ألو دكتور ناظم. طيب ريثما يجهز الاتصال، يعني نحن كنا حابين، بما أنه نحن عم نحكي على الوضع، على تجهيزات المراكز الصحية في دمشق، مراكز الطوارئ، كمان بهمنا نتعرف على زملائنا وعملهم في المحافظات بدوائر الصحة المدرسية. أكيد نحن بنرجع بنحاول الاتصال مع الدكتور كبروتوكول ناظم. صحي نعم، نكمل موحد، هو حديثنا كشروط نحن. وزارية كصحية أو تعليمات وزارية موجودة لكل المحافظات. في محافظات هي قريبة من الحدود مثل حلب ودرعا وحمص تماما. كذا، عندهم هن مراكز إيواء، هن ممكن في عندهم بيستضيفوا هون رح يصير في عندهم عبء إضافي، يعني أو نعم نعم مسؤولية نعم إضافية هذا هدول يفوقوا نحن عملهم. كدمشق غير معنيين بهالموضوع، نعم عاد بحكي عنه الدكتورة هتون بشكل أوسع يعني. نعم إذا الدكتور ناظم معنا. يسعد مساك دكتور ناظم. على ما يبدو في مشكلة بالاتصال، ما بعرف إذا عم يسمعنا الدكتور ناظم. طيب نحن بكل الاحوال بنوجه اجمل تحيات لكل زملائنا في دائره الصحه المدرسيه بطرطوس. اكيد بنرجع بنحاول الاتصال، ليس ما تحل المشكله الفنيه، ربما تكون يعني ما بنعرف مصدرها، ولكن بنرجع لنحكي بموضوع المسؤوليات، مسؤوليه الصحه المدرسيه. هلا نحن عم نحكي عن دمشق، ولكن نوهت لكثير نقطه مهمه دكتور، هي المحافظات اللي بيكون فيها مراكز ايواء، بمعنى اذا بدنا بالقياس لدمشق، الاماكن بتكون هي مضغوطه اكثر من غيرها. كيف تم مراعاه التوزع الجغرافي و يعني بما يتناسب مع عمل المراكز الصحيه؟ بحب خبرك كونه يعني زملائنا الله يعطيهم العافيه بالثانوي والاساسي، نعم. فعلا يعني انا عم بشوفهم ما عم يناموا، عم يوزعوا المدرسين بهدوء وبشكل جغرافي على جميع المراكز، نعم. وكله يعني في عندنا مناطق طبعا مثل ما تفضلت بتوزعوا بشكل، عندنا مدارس مو كل المدارس هي مراكز، نعم. فهن ممكن يفتحوا مركز اذا صار في نقص او يسكروا مركز اذا ما في نقص. تماما. بقى الجهود جباره، انا عم شوفها حرام، عم نتعذبوا كثير موضوع. موجه لهم تحيه اكيد. نعم نعم يعني للتوزيع، وبصراحه عندهم هن الداتا تماما. الموجوده لكل مدرس سكنه موجود المركز نعم. القريب عليه، عم يحاولوا بشكل تماما. معين انه المركز القريب له ما يتعذب مشان المواصلات. ان شاء الله ان شاء الله. اذا بنرجع لناخذ اتصال من الدكتور، ان شاء الله يكون الاتصال زبط. دكتور ناظم مساء الخير. مساء النور. ما بعرف اذا عم يسمعنا الدكتور اي ناظم. انا عم بسمعك. اتفضل. بس بطلب من زملائي بس صوت المحلي لو سمحتوا. دكتور ناظم بكل الاحوال يسعد اوقاتك، كل عام وانتم بالف خير، الامتحان اقترب، حابين نتعرف من خلالك دكتور على الإجراءات الصحية المتبعة في دائرة الصحة المدرسية في محافظة طرطوس لنجاح العملية الامتحانية. نحن بالنسبة لنا سيدي الكريم العمل روتيني كل سنة عم نقوم فيه. نعم. عندنا حوالي 20 مركز صحي مسؤول عن الامتحانات بطرطوس.
نعم حسب التوزيع الجغرافي. الكل توزع لهم، عم نوزع الادويه للتعافير اللي ممكن نحتاج. قمنا بتعيين الاطباء المناوبين والمشرفين على الصحه المدرسيه، المركز الصحي عندنا كمان خلصنا شغل فيه بالنسبه لجرحى الحرب والامراض المزمنه. نعم اجت التعليمات الوزاريه ونحن جاهزين للعمليه الامتحانيه، وهذا شغل روتيني كل سنه نحن عم نشتغله تماما، وكل سنه ان شاء الله عم يصير الشغل بدون اي مشاكل. تماما. طيب دكتور، بالنسبه لتجهيز المراكز الامتحانيه من الناحيه الصحيه، نتعرف على البروتوكول اللي اتبعتوه، على الاجراءات لتامين جو امتحاني صحي وبيئه امتحانيه سليمه من حيث التجهيزات الفنيه والصحيه المرافقه لها. هلا بالنسبه لنا نحن رح نتعقم كل الاجهزه، بلشنا تعقيم كل الاجهزه المراكز الامتحانيه وتنظيفها بشكل كامل، بحيث انه يفوت الطالب ويطلع ضمن بيئه صحيه سليمه. نعم. طيب دكتور، بالنسبه لمراكز الطوارئ والسيارات الاسعاف، خلينا نتعرف اكثر على كيف تم توزيعها ضمن جغرافيه محافظه طرطوس. نحن بالتعاون مع الصحه العامه، مديريه الصحه العامه، نعم قمنا بتوزيع سيارات الاسعاف بحيث انه تكون قريبه من المراكز اللي فيها امتحانات. نعم. بالتعاون مع الصحة العامة والأماكن يعني المستوصفات حتى قريبة جغرافيا من المراكز الامتحانية والأماكن اللي جهزنا السيارات نوصل لها فورا. نعم. طيب. بالتعاون مع الصحة العامة وطبعا كله بشرف سيد المحافظ. تماما. وبالنسبة للكوادر البشرية، يعني كيف تم دكتور يعني تهيئتها؟ ما هي هذه الكوادر؟ ماذا تتضمن في كل مركز من مراكز الطوارئ؟ كل مركز في اطباء وفي ممرضين. بالنسبه لهم هذا العمل دوري، يعني هذا عمل سنوي. نحن هو عمل سنوي، ولكن المهام هل هي نفسها الروتينيه ام ان هناك تطور او اضافات لمهام عملهم؟ السنه الحمد لله ما يعني امراض منتشره مثل ما كان ايام الكورونا، كنا عندنا اكثر كانت صعوبه. نحن جاهزين للحالات الاسعافيه، لحالات التوتر، لحالات القلق الامتحاني، لحالات الامراض الممكن. نعم. ممكن اي شيء يصير، لاي حادث يصير قبل الامتحان، اي شيء ممكن نحن يصير نحن جاهزين له. اذا هو مركز طوارئ للحالات الطارئه التي قد تحدث ولا تحدث، لحتى ما المشاهدين مثلا يخافوا يقولوا انه لابد انه يصير في شيء. لا اكيد ما راح يصير في شيء وفق شروط معينه. يعني ابرز تفضل دكتور. نأمن لطلابنا بيئة امتحانية صحية بحيث ما نخلي أي طالب يفقد ثمرة شغله كل السنة. تمام. نكون احنا يعني نكون مأمنينه من كل النواحي. تمام. يعني كل واحد احنا بتعرف احنا وزارة التربية وزارة ضخمة في عشرات الدوائر، كل دائرة معنية. تمام. قسم. نحن بالنسبة لنا معنيين بالناحية الصحية. نعم. نعم. نصيحة أخيرة دكتور تتوجه فيها، خلينا نقول للأهالي اليوم قبل الامتحان بهالأيام القليلة، قد ايه من المهم أنه يكون الأهل أو المنزل هو البيئة الحاضنة النفسية الصحية الآمنة لبداية امتحان صحي وسليم؟ شو النصيحة بتتوجه فيها؟ سيدي الكريم، نحن هلا بموسم القطاف، يعني نحن اشتغلنا كل السنة مشان نقطف السنة الأيام اللي جاي، فبدنا بيئة ان كانت من الناحيه الاجتماعيه هذا، من الناحيه الصحيه نبعد عن اي شيء ممكن يعمل مرض. يعني انا كلهم اولادنا اي شيء ممكن يعرضوا اي خطر من هالفتره نحن نبعد، يعني حتى اختلاط لو البيت حدا مقرب نبعد عنه. نعم لازم، لانه نحن هلا موسم القطاف، نحن كل السنه عم نزرع حتى نقطف الثمار هلا. تمام. ما نتعرض لاي موضوع لا نفسي ولا صحي ولا من اي ناحيه ممكن ياثر سلبا على الطالب. نعم نعم. نحن مثلنا يعني نحن بالنسبه لنا الشهاده هي تقرير مصير. سوريا الشهاده بتختلف عن كل الكره الارضيه، يعني نحن البكالوريا هي هم الاهالي من يوم اللي بيولد الولد. تماما تماما فعلا. فهذا موسم قطاف مو عن السنه، موسم قطاف عن العمر، العمر كله بيتحدد بالشهاده. نعم. المستقبل كله، فبدنا نحن
نبذل كل الجهد بحيث انه الطالب ندفعه لقدام وما نأثر عليه سلبا ولا من اي ناحيه. شكرا لك. كل عام وانتم بخير وكل سنه عم تمرق مع خير وان شاء الله السنه تمرق مع خير. ان شاء الله بتكون عمليه امتحانيه خاليه من كل ما يشوبها خاصه على المستوى الصحي لطلابنا. بدنا نتشكر جهودكم واللي عم تبذلوها الدكتور ناظم صالح رئيس دائرة الصحة المدرسية في طرطوس ولجميع الكوادر الطبية الموجودة في دائرة الصحة المدرسية في مختلف مراكز المحافظة بطرطوس. شكرا لك دكتور. يعني دكتور جهاد بنرجع لموضوع كتير مهم يتعلق بالتجهيز الصحي للمركز الامتحاني. ذكرني وقت قبل سنتين كان في عنا فعلا كورونا وكان في اجراءات تعقيم. نعم لهلا موجوده. نحن لهلا موجوده عن هاي الاجراءات. نعم موجوده. جميع المراكز الامتحانيه تعقم ماده الكلور قبل الامتحان وبعد خروج الطلاب بالتعاون مع دائره الجاهزيه بالمديريه الموجوده مضخات موجود بكل مركز امتحاني مضخه والكلور موجود وموزع عليهم بشكل كامل. بالنسبه للشغلات الاحترازات الاخرى مثل مثلا كمامات معقمات موجوده تتوزع على المراكز الموجوده مشان اذا شفنا مثل ما تفضل دكتور نحن نجرب وبمشي عم نتابع هلا هاي. نعم هي كله في المراكز الامتحانيه والمراكز الطبيه المراكز الطوارئ الطبيه. نعم بتعقم بالمرشات. قبل كم يوم هي المفروض هلا نحن التعقيم اجري خلال العام وهلا قبل الامتحانات عم يصير بشكل دوري. يعني بس بدنا نطمن شغله انه الطالب اللي عنده حساسيه من روائح المخرج ربما للكلور بيكون راحت يعني اثاره لانه ما في موجود ما في موجود الموضوع الحساسيه لانه رح يكون قبل بيوم في ساعات معينه. نعم في ساعات يعني معينه في حد أمان وهي نعم. بالاصل كمان هي مو بس مغلقه يعني ممكن مغلقه اماكن كمان كلها مكشوفه وما بيعطي هالريحه الموجوده مثل بالبيوت متعودين عليها. يعني إذا هاي الإجراءات ضرورية التعقيم طبعا الآن مستمرة هذا العمل الآن بهاي المرحلة. يعني أنا بتمنى كمان على الطلاب هلا في بعض الأحيان بالسنة الماضية أو قبل أذكر إنه في طالب طالع على القاعة الامتحانية طلعوا بسرعة مشان يلحقوا إنه ياخذوا مقاعدهم دفشوا صار في تدافع دفشوا إجا على وشه تكسر أسنانه تكسر أنفه إجا بحالة إسعافية يعني بين ما بلش حرام يبلش هو بين ما عالجناه واسعفناه وعالجناه راح نص ساعه من الامتحان. طبعا احنا نتعود هالموضوع هذا بس يعني يكون حذرين بدخول وخروج الطلاب للمراكز الامتحانيه. تمام هاي المفروض تكون بالتوجيهات الامتحانيه. نعم. لرئيس المركز. نعم. بالاجتماع. نعم. الصباحي قبل. نعم. الدخول للمراكز. نعم. ضمن التعليمات الامتحانية موضوع الماء. نعم. الماء مسموح بدخول الماء معه كطالب اذا عنده مشكله اذا عنده مشكله مزمنه قبل وقت. بتمنى على الاهالي مراجعه قسم الامتحانات مديريه دائره الامتحانات بدمشق لإعلامها هن بيوجهوه. يعني دائره الامتحانات هي معنيه بالامتحانات اي مشكله بتصير مع طالب إن كانت صحية وغير صحية يبلغوا دائرة الامتحانات. تمام. هي بتوجهه لدائرة الصحة دائرة الصحة أو لغير دوائر أو بتحل له مشكلته. تمام. الشيء الصحي اللي بتحول من دائرة الامتحانات لعنا نحن وقتها بصير له دراسة من قبل اللجنة الطبية ونحدد له نوع المساعدة شكلها ومدتها. طيب ناخذ كمان اتصال هاتفي مع الدكتور مروان حامد رئيس دائرة الصحة المدرسية في درعا. يسعد مساك دكتور مروان. حياك الله. تحدثنا دكتور عن الإجراءات الصحية المتبعة طبعا ضمن عملكم في دائرة الصحة المدرسية في محافظة درعا. وأول شيء كل عام وأنت بألف خير لاقتراب موسم الامتحانات العامة. وأنت بخير الله يعطيك العافية. هلا احنا حاليا وقت الامتحانات من شكل لجان. نعم. لفحص الطلاب سواء كانوا شهادة إعدادية أو شهادة ثانوية لإحالتهم إلى المركز الصحي. نعم. قبل هيك طبعا نعمل من شكل لجان كمان معنا بيكونوا مرشدين نفسيين واجتماعيين منزور المدارس مشان نعمل دورات بما يخص القلق الامتحاني. نعم.
لمساعدة طبعا الطلاب لاجتياز الامتحانات تبعهم، ما يكونش في عندهم أي مشاكل صحية أو نفسية، وكمان إن علاقة بتجهيز المراكز الامتحانية بحيث إنه إحنا نوزع المواد الضرورية مشان عملية التعقيم. نعم. طيب دكتور، بالنسبة لمراكز الطوارئ تحدثنا عن توزعها وسيارات الإسعاف أيضا وفق التوزع الجغرافي لمحافظة درعا. هلا احنا مثل ما بتعرفوا انه كان في اماكن طبعا صعب انه نعمل فيها مراكز امتحانيه، اما حاليا الحمد لله الامور كلها تمام وبخير. في عندنا تقريبا ما يعادل 22 منطقه هي فيها مراكز امتحانيه، 22 منطقه يعني بقصد يعني مناطق راح تكون فيها تواجد انك صحه مدرسيه وتواجد للصحه العامه، المراكز كثيره في كل منطقه يعني. نعم. الكوادر الطبيه الاماكن اللي احنا ما عندنا امكانيه انه نغطيها فمستعين بالصحه العامه، بكون في عندنا طبيب مساعدين صحيين مساعده او مساعدين صحيين، شنطه طبعا الطوارئ او الادويه الاسعافيه موجوده. نعم. وخطوط الهاتف طبعا شغاله بحيث انه اذا في اي مشكله صحيه واجهت اي طالب سواء بالمرحله الاعداديه او الثانويه يكون الكادر الطبي على هبه الاستعداد. طيب اي شغله احنا عندنا طبعا باب. نعم. المراكز الصحيه طبعا مو الكل ولكن الاغلبيه في عندنا سيارات اسعاف بمساعده طبعا الهلال الاحمر ومديريه الصحه العامه. اضافه الى انه بكل مكان في عندنا تواجد فيه سواء صحه مدرسيه او الصحه العامه بيكون في سياره موجوده امام المركز المركز بحيث اذا صار في اي استدعاء للكادر الطبي تكون السياره جاهزه، بيطلعوا بيشوفوا الحاله المرضيه وبيساعدوهم. نعم. والحمد لله الامور يعني كالعاده كانت دائما بخير وكويسه. طيب دكتور، هل تم تسجيل حالات خاصه معينه يعني بدها عنايه صحيه خاصه لديكم ام لم يتم التسجيل بعد او اكتشاف الحاله؟ هلا حاليا والله لحد لا ما فيش، الامور كلها تمام. السنه الماضيه كان في عندنا حاله واضطرينا نحولها للمشفى، اما بالعاده ما بيكون في عندنا يعني اي حالات مستعصيه او تسابع النقل، لكن بيتم علاجها تقريبا بالمركز الصحي في غرفه الاداره طبعا وبيرجع الامتحان وبيقدمه بشكل طبيعي. نعم. طيب بدي منك دكتور مروان نصيحه تتوجه فيها للأهالي وللطلاب لحتى يضلوا محافظين على التوازن النفسي والصحي السليم قبل الانطلاق للامتحانات وخاصة أثناء الامتحان بالقاعة الامتحانية. هلا يعني من المفروض يكون في دعم نفسي ودعم معنوي من الأهل تجاه ابنائهم، يعني ما نضغطش عليهم كثير بموضوع انه احنا بدنا علامات عاليه تماما، ما يضغطوش عليهم انه اخي ما في طلعه مثلا هلا لانه عندك امتحان، فلازم يكون في ترتيب للوقت وتنظيم للوقت بانه ياخذ الطالب معلش يعني ساعه رياحه، يشوف موبايله، يشوف تلفزيون، يطلع مع اصحابه، يمارس بعض الرياضات، كمان رياضه كثير مهمه بالنسبه له. حتى بالنسبة للغذاء شو بده هو، شو بيناسبه، شو مشتهي، نوفر له إياه ونوفر له دعم نفسي بحيث أنه يا ابني إذا أنت يعني شفت حالك تعبان معلش يحكي لنا، اشرح لنا، نقعد إحنا وياك نحكي، نتطرق لأمور كثيرة بحيث أنه أنت تكون نفسيتك مرتاحة تقدر تقدم امتحانك بشكل طبيعي وما يعني نمتص هذا التوتر بقدر الامكان، لانه بتعرف يعني تقريبا عدد كبير جدا من الطلاب بمروا بحاله قلق انه احنا بدنا نجيب علامات. والله يا دكتور مو بس الطلاب، هلا الاهالي كمان هن عم يتوتروا اكثر من الطلاب، الاهالي وحتى المراقبين والمراكز، فالحمد لله يعني ان شاء الله الامور بخير ان شاء الله ان شاء الله بجهودكم. شكرا لجهودكم المبذولة الدكتور مروان حامد رئيس دائرة الصحة المدرسية في درعا ولكل الزملاء في الصحة المدرسية والكادر الطبي، شكرا جزيلا لك دكتور مروان. هلا خلينا ناخذ منك توجيهات دكتور جهاد بالعودة إليك صحية لطلابنا، خلينا نقول قبل وبعد، يعني قبل الدخول للامتحان وبعد، أو إذا بتعطينا برنامج صحي من لحظة استيقاظ الطالب أثناء
ذهابه للامتحان للحظة دخوله للقاعة الامتحانية. نحن رح نجمع كل اللي حكيناه هلا باليوم. أول شيء حكينا راتب الغذاء يكون منتظم للطالب، لا كثير والله يغذي حاله كثير انه بشكل اوفر يصير معه مشاكل هضميه، ولا انه ماله متوتر ما في شهيه للاكل. اغلب الحالات الاسعافيه اللي احنا شفناها هي عن طريق وهن عام، اغماء موجوده. نحن على طول عندنا الادويه الاسعافيه والكادر الطبي جاهز للحالات الاسعافيه الاوليه، والحمد لله قدرنا نتجاوز خلال السنين الماضيه كل الحالات اللي احنا شفناها. طالب بهدوء بيروح على المركز الامتحاني، اول شيء يتعرف على المركز الامتحاني قبل بيوم امتحان ضروري، خاصه اذا كان بمنطقه بعيده عنه. في اشخاص يعني الساعه 8 الا 5 عم يدور على مركز الامتحان، هو كمان ضروري هاي الخطوه دكتور لحتى يقيس الزمن، يعني نعم. يعني ياخذ بباله قد يكون قبل وقت. شوي قبل شوي بالمركز الامتحاني حتى يتعرف على القاعه تبعته، خصوصا اول يوم امتحاني ياخذ شكل البيئة الامتحانية تبعه، صف جديد، عالم جداد، أشخاص مرافقين معه في القاعة جداد، هذا كله الطالب أو الممتحن عم يراقبه، عم يعيشه. إضافة لأنه الوقت صحيح مبرمج من قبل الواضعين الأسئلة أنه بيكفي، ما أنه كتير بس بيكفي بهدوء، ما كتير التركيز الشديد، التوتر بيسهل سكر كثير من الجسم، اي ممكن واحد استهلك طاقه بقى ممكن انه اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه يحس بيصير ب بي وهن 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 اي وهن بيفقد نشاطه وتركيزه وحماسه. نعم. الوقت موجود، نحن نرد بنخبر الاهالي والطلاب موجودين دائما اثناء الامتحانات جنبهم ومعهم، تمام، إن كان من المركز الطبي ولا كان من المركز الامتحاني. نعم. متصلين دائما بغرفة عمليات بالامتحانات لأي طارئ موجود للطالب، نحكي عن طبي وغير طبي. نعم. الطبي والنفسي. والطبي نعم. النفسي أو أي مشكلة طارئة موجودة فيها، نحن عندنا بكل مركز شيء اسمه ورقة طوارئ. نعم. ببلغ رئيس مركز الامتحانات، الامتحانات هي بتوجه، يا بتوجه طبي شيء صحي نحن حسب المشكله اللي نعم او المشكله الثانيه، والحمد لله ما ذكرت بدمشق تحديدا على مسامعي اي الحمد لله هالسنتين ثلاثه الماضيين اي مشكله يعني واجهتنا الحمد لله كلها عم تتجاوزها. تمام. بتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب ويفرح قلب اهاليهم ورفقاتهم ان شاء الله. وهيك ان شاء الله على كل الموجودين كل عام وانتم بخير لنهايه العام الدراسي، ويتهيأوا لصيفيه عطله صيفيه جديده للعام الجديد. تماما. قبل ما اتشكرك دكتور بس اسمح لي اخذ على عجالي تعليق من حمودي شداد، يعني واضح انه متوتر. السلام عليكم. انه هل الاسئله مناسبه لجميع الطلاب؟ بس بدي اعلق على هاي الجمله، دائما وزارة التربية تسعى لوضع منهج امتحاني طلابنا الأعزاء ومشاهدينا يتناسب مع القدرات العقلية والمعرفية والمهارات التي يحققها المنهاج الدراسي، بحيث أنه هي بتغطي جميع المستويات الدراسية. أي شيء لحنا بيخلينا نشك بهاي الأسئلة أو خلينا نتوتر أو نخاف أو أنه نفقد الثقة بالأسئلة أو نسأل حالنا مجرد سؤال، الأسئلة صعبة ما بتنحل غير ما بتنحل مثلا، هو بيكون نتيجة قد يكون نتيجة اعتمادنا على التوقعات، لهيك احنا لازم نبعد عن كل التوقعات، نبعد عن كل المشتتات، نعتمد على دراستنا على الكتاب فقط، والأسئلة دائما ستكون من الكتاب، إن كان من التقويم النهائي لكل درس أو حتى من المضمون المعرفي اللي احنا عم ندرسه ونحققه أثناء دراستنا خلال عام كامل. فأنا بطمنك يا حمودي بقول لك إنه الأسئلة ستكون مناسبة لجميع الطلاب ولجميع المهارات ولجميع المستويات المعرفية وبتراعي الفروق الفردية. عندك تعليق أخير قبل الختام؟ نعم، رفع مستوى الثقة عند الطالب، السؤال بشكل بثقة بنفسه بقدراته. تمام. نحن بنعرف انه اللي بيدرس اجباري، تماما، المعلومة الموجودة بضل عن فيها اي شخص بضل في عنه شك بوجودها. تماما. الثقة وجود المعلومة الصحيحة او انا قادر اني اقدمها
فهي بتطلع بوقت المناسب. تمام. ضل انا شاكك انه حافظه محافظه وكذا، هذا الشيء هذا حيشكله قلق وشك، بصح المعلومه اللي حيكتبها وتشديد كمان. تماما. نعم. نعم. وكلمه اخيره قبل الختام مع حضرتك دكتور جهاد، يعني اللي بدي اقوله انا انه البناء الاسئله الامتحانيه بيعتمد على بناء يعني مدروس ومنطقي الانتقال من البسيط الى المركب ومن نعم. السهل الى الاصعب. نعم. وكلمه اصعب مو هي الشيء المعقد، وانما اللي دارس اكثر حقه انه ياخذ علامه ويجاوب بصوره موسعه اكثر من اللي ما هو دارس بنفس القدر من الطلاب. يعني هون الفروق ببين بهاي الاسئله، انما رح تكون الاسئله اكيد منطقيه سواء كان تاسع اساسي ولا ثالث ثانوي بمختلف التخصصات. الدكتور جهاد الخوري رئيس دائره الصحه المدرسيه بدمشق، بدي اتشكرك على هاي المعلومات اللي قدمت لنا اياها، واكيد توفيق للجميع. شكرا لك. شكرا، اهلا وسهلا فيكم. نحن اذا مشاهدينا مستمرين، رح ننتقل للفقره الاتيه، فقره التغذيه الامتحانيه، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. إذن مشاهدينا، طبعا بدي نوه قبل ما نبدأ الحوار والحديث في الفقرة، فقرة التغذية الامتحانية، على أنه هالفواصل عم تعرض على الفضائية التربوية السورية ما بين البرامج تحمل نصائح قيمة جدا مدروسة ومطبقة ومجربة، وهي طبعا تم وضعها بناء على خبرات كثيرة وعلى تجارب قام بها الكثير من المختصين بهذا المجال. إذن نبدأ مشاهدينا بفقرتنا الآن، وهي فقرة التغذية الامتحانية، حيث كثيرا ما يسأل الأهل عن الأمور التي يمكن أن يقدموها لأولادهم من أجل مساعدتهم في تخطي فترة الامتحانات بأقل توتر ممكن. ولا شك أن نوعية الغذاء تلعب دورا مهما خلال هذه الفترة، ويحتاج الطلاب لغذاء صحي يساعدهم على هدوء أعصابهم وزيادة تركيزهم ورفع قدراتهم الذهنية. وللحديث حول الغذاء الصحي
الطلاب خلال فترة الامتحانات بيسرني أني رحب بضيفتنا الأستاذة روعة التجار، اختصاصية في التغذية. يسعد مساكي أستاذي روعة، وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، يسعد أوقاتك وأوقات كل المشاهدين وكل الطلاب يا رب، هيك يكون الله يكتب لهم التوفيق إن شاء الله. يعني سؤال بيطرح نفسه، النظام الغذائي اللي احنا دائما بنهتم فيه لطالبنا، او يمكن ما بنهتم فيه احيانا بسبب انه بنتركه لهو ما يرغب ان يتناول من غذاء طيلة عام دراسي كامل، ولكن اليوم بهذه الفترة الحساسة، هل هناك حقيقة ربط ما بين التغذية الصحيحة او التغذية تعتمد على اي مصادر كانت وبين القدرة الذهنية؟ أكيد هذا الشيء، لأنه نحن بنعرف في عنا سيالة عصبية، في عنا بعض أنواع الهرمونات، في عنا بعض أنواع حتى المواد الغذائية اللي هي بتدخل بتكوين الدماغ، بتدخل بتكوين الهرمونات، بتدخل بتكوين السيالة العصبية، فهي شيء إلى دور أنه شيء تراكمي، يعني تكون نعم. تغذية الصحية شيء تراكمي وشيء آن، يعني شيء سريع أنا بلاحظ نتيجته. فبالتالي نحن كتير يفضل أنه قبل الامتحان يكون في عنا هذا الوعي الصحي، الوعي الغذائي، وكمان أثناء فترة الامتحان، يعني نحن خلال أيام وخلال النهار، يعني خلال الصباح الامتحان كمان نحن ننتبه شو بده يتغذى الطالب أو الشخص اللي هو عنده امتحان. طيب ذكرتي شغلة كتير حلوة، يمكن إذا أنا لقطة وغيري لقطة، أنه قلتي في شيء بيكون تأثيره سريع، في شيء تأثيره ممكن يكون بياخد مدى أطول، يعني تماما. مثل شو، يعني شو بنقصد بهذه الجملتين أو هالتعبيرين يعني، وأي بتنصحي أنت قبل الامتحان أنه أو خلال فترة الامتحان يدرج ضمن البرنامج الغذائي؟ تمام، سؤال كتير حلو. هلا اولا نحن نحكي على الشيء المدى اللي بده مدى بطيء، وبعدين نحكي على الشيء السريع. المدى البطيء اللي نحن عنا اولا المغذيات الكبرى، يعني احنا دائما يكون في عنا ضمن نظامنا الغذائي نوع من انواع البروتينات، ان كانت البروتينات الحيوانيه او النباتيه اللي هي بتكون كامله بالاحماض الامينيه. نعم. فالاحماض الامينيه اصلا هي اساس تركيب السياله العصبيه. طبعا احنا كمان بنعرف انه الاحيان وقت اللي بتاثر نموه للطالب، لانه حتى نحن العمر 18 سنه بيضل في نمو مستمر، فهو دائما بحاجة لكمية عالية من البروتينات النباتية والحيوانية. كمان نعم. الشيء اللي بيتأثر على المدى البعيد اللي هي مصادر الأوميجا 3، يعني احنا دائما بنسمع انه الطالب او حتى اي حدا لحتى ينمي مهاراته وذكائه والتركيز عنده ياخذ مصادر كافية من الأوميجا 3، او هي نوع من شو هي تعريفها، هي نوع من انواع احماض الدسم اللي موجودة نعم. ببعض المصادر الغذائية للأسف فقيرة ضمن، يعني اذا ما في عنا وعي ضمن برنامج الغذائي فقيرة. يعني إذا حضرتك سألتني وين موجودة الأوميجا 3، نحن موجودة بالسمك وزيت السمك. نعم. ومو كل الأهالي يعني نحن بنقدر نوفر سمك بشكل دائم. نتيجة الوضع الاقتصادي لنكون شفافين فعلا. تمام. هل هناك بدائل أنسي روعة لتعوض عن هذه المواد الغالية الثمن؟ تماما. هلا نحن عنا بتجي، يعني خليني اقولهم وبعدين نحن شو البدائل اللي كيف ممكن ندخلها ضمن نظامنا الغذائي. هلا عنا اول شيء السمك وزيت السمك، في عنا المكسرات اللي منه نحن حتى بنقول الجوز اللي هو بياخذ شكل الدماغ. نعم. يعني في ربط فعلا انه بين الاكلات معينة واعضاء جسم معينة. لانه عن جد فيه الاوميجا 3 عالية. في عنا اللوز، هلا هدول يعتبر اصناف غالية. هلا حتى الفستق السوداني هذا كمان، واللي بنعمل منه زبدة الفستق السوداني. نعم. فهي مادة جدا مغذية وغنية بالأوميجا 3. طيب أنا ما عم بقدر لا أوفر سمك ولا مكسرات، نحن في عنا مادة رخيصة تعتبر ونحن بحاجة لكل يوم ملعقة، هي بذور الكتان. نعم. بذور الكتان أنا كيف ممكن نضيفها؟ أنا رح سجل وصفات معك إذا بذور تمام. الكتان حتى ما ننسى. نعم. تماما. هلا عنا بذور الكتان، عنا بذور الشيا، عنا السمسم، هي عناصر غنية بالأوميجا 3، لكن أرخصها هو بذور الكتان. كيف ممكن نضيفها؟ هذا السؤال دائما نسأل الحكم، أو كيف ممكن نحضرها يعني؟ تماما تماما. هلا هي بتجي شوي أحيان قاسية، ضروري جدا اني انا ما ابلعها هيك، او في ناس ممكن تحلها بكاسه مي وتشربها، لا ما ممكن، ما باخذ الفائده الصحيحه. نعم. اولا انه انا ممكن اطحنها واستهلكها مباشره. نعم. يعني ممكن خلال يوم او ثاني يوم، يعني انا ما بصير اطحنها وخليها فترات طويله. تمام. احيانا بيشتروا من البزوريه بزر كتان مطحون. نعم. هذا الشيء خاطئ. نعم. لانه الاوميجا 3 هي عباره عن احماض دهنيه حساسه جدا للضوء، حساسه للعوامل المؤكسده منها الهواء، رطوبه، هواء، حراره الى اخره. تماما.
فكيف ممكن اني اطحنها ومباشره يستهلكها الشخص؟ ممكن نضيفها لللبنه، ممكن نضيفها لللبن، ممكن نضيفها للسلطه، رشها على السلطه. اذا نحن التمر يعني هلا بعد شوي رح نحكي شو بده ياكل يوم الامتحان. اذا انا مثلا اعطيته 3 حبات تمر، حطيت له بقلبهم ملعقه بذور كتان مطحونه، فهي عن جد وجبه كثير بتساعده بالتركيز، خاصه انه هي عباره عن سكر فواكه اللي جاي من التمر، سكر سريع، ووجود بذور الكتان اللي هي غنيه بالاوميجا 3 اللي لها علاقه بتشكيل بشكله مع بعض المزيج. تمام. هذا بيعزز القدره الذهنيه. صحيح. نعم. هلا عنا كمان من مصادر الاوميجا 3 عنا الصويا وزيت الصويا. الصويا ممكن ياخذها محمصه الطالب. نعم. بكميه معتدله، لانه احنا بعد شوي اذا زاد وقت رح نحكي انه نحن في عنا بعض الطلاب بيزيد وزنهم. تمام. يعني في طلاب ممكن يزيدوا 10 كيلو لنهايه الامتحان. هلا بترجع لحالي النفسيه، في طلاب فعلا بتفقد شهيتها نتيجه خوف توتر قلق، في ناس العكس انه الخوف والتوتر والقلق لا بالعكس هو بيفتح لهم الشهيه. او انه تسلايتهم بتكون وقت الاكل، او تسلايتهم بالبراد او التنفيسه، تنفيسه الضغط بتكون بالاكل. تمام تمام. فنحن يفضل انه كمان الدكتور النفسي ممكن يحكي انه شلون ممكن نعمل، بس لكن انا كثير بهمني موضوع الرياضه نستمر عليها اثناء الامتحان. تمام. طيب طلابنا مطلوب منهم الان بهالمرحله هاي التركيز 24 ساعه بالدراسه، يعني ودائما احنا بنعرف انه بننصح طلابنا انه الوقت اللي انت بتفقد تركيزك وبيتعب مخك لبعد تدرس، انه ريح وبعدين ادرس. ولكن صحيح. يجب يعني هلا الفتره هاي اقصد من كلامي عن سروع انه يطلب من الطلاب الدراسه بنوعيه وليست الكميه. تركيز. هاي وحده. فالتركيز اللي المفروض انه يضل هو ملازمه لهذا الطالب بيتطلب منه عناصر غذائيه معينه. صحيح. ونحن بنعرف في 3 وجبات اساسيه عم ياخذها الطالب. تمام. هل بيفضل او يرجح وجبه على وجبه ولا بنفس الاهتمام نحن بنراعي الوجبات الثلاثه؟ عندنا اهم وجبه وجبه الفطور. هلا نحن اشخاص يلي مثلا ما هن ضمن امتحان، صار في عندنا نحن كنا نسمع انه وجبه الفطور هي وجبه اساسيه لكل الاشخاص. تمام. هلا بالنسبه للاشخاص اللي هن ما هن طلاب، ما يعني بعض الدراسات غيرت هذا الراي انه انا لحتى جوع باكل، لكن انا كطالب ضمن برنامجي، يعني نحن بنعرف اي طالب في عنده برنامج منظم انه انا من الوقت الفلاني الوقت الفلاني عندي دراسه، من الوقت الفلاني الوقت الفلاني ممكن انا بدي اطلع العب رياضه، ممكن شوي اتفرج على التلفزيون الى اخره. فجدا ضروري نحن الطفل او ما حنقول طفل، رح نقول انه الطالب الطالب. نعم. انه هو يكون في عنده محافظ على وجبه الافطار. ليه؟ لانه نحن دائما مثل ما ذكرت انه هو الطفل الطالب عفوا بحاجه لتركيز. فأنا وقت اللي ما بكون عطيته وجبة الإفطار بكون بلش سكر الدم ممكن ينزل. نعم. وهو قاعد ساعة أو ساعتين ممكن على الدراسة، فمجرد نزول سكر الدم هذا الشيء بيقلل التركيز عنده. ونحن بنعرف غذاء الدماغ هو عبارة عن جلوكوز. الجلوكوز منين بيجي؟ بيجي من سكر العنب. تمام. من النشويات اللي هو بيتناولها. ما رح نقول السكر بسيط لانه انا كثير ضد السكر البسيط لانه دغري تأثيره سريع، بيرفع سكر الدم وبينزل مباشرة. فنحن من خلال النشويات اللي تناولها رح يصير في عنا تركيز دائم لحتى يوصل سكر الدم على الدماغ. وجبة الفطور كتير أساسية، أنا بحطها ضمن البرنامج. وبيجي في عنا وجبة الغداء وجبة العشاء، وكمان ممكن ياخد بيناتهم وجبات خفيفة بضمن ساعات منظمة. طيب. يعني هذا الشيء أساسي. تماما. السؤال اللي بيطرح نفسه عم يسألونا كتير عليه بالتعليقات إنه وجبة الفطور طالما عم نحكي إنه هي لازم تكون أساسية وهي أساسا الوجبة المفروض تسبق الامتحان. تمام. شو لازم تتضمن يعني إذا بدنا نعمل حقيبة غذائية مثلا؟ يعني أنا اليوم عندي امتحان كطالب. نعم. أو تماماً. كأم أنا بكرة ابني عنده امتحان، شو لازم جهز له؟ هلأ أولا كتير ضروري إنه يكون في عندي مصدر للنشويات اللي هي مثل ممكن خبز، في أحيانا طلاب بيحبوا كعكة مثلا ياخذوا، ممكن أي نوع من أنواع الخبز، معجنات يعني. تمام تمام. يعني هي أنا بقول أظرف شيء والأحسن شيء هو خبز. نعم. هذا هو الشيء أساسي. ممكن يكون خبز الخبز الدولة، يعني نحن إنه عبارة عن ما إنه مقشور مثل الخبز السياحي أو اللي بيكون كتير مقشور الألياف. تمام. نعم. أو ممكن خبز أسمر أو خبز شوفان، يعني هلا عنا كتير أنواع خبز متوفرة بالسوق. بالإضافة ليكون في عنا شيء بروتين. إحنا اتفقنا إنه البروتين كمان هو بيدخل بتشكيل الهرمونات وتكوين السيالة العصبية من الأحماض الأمينية اللي هي ضمن البروتين. طب شو البروتين ممكن يكون؟ نحن في بعض الأشخاص بيلاقوا إنه البيض تقيل،
فأنا ممكن أنصح ببيضة مسلوقة، بيضة مقلية بزيت زيتون، هاي لا يمنع. بدي شيء أسرع، ممكن أنا أحضر له جبنة، جبنة بيضة بلدية، ما تكون جبنة دهن، ما تكون جبنة مثلا عالية بالدسم، لأنه هذا الشيء رح يضره أكثر ما أنه ينفعه. ممكن تكون لبنة، حتى يعني أنواع اللبنة المختلفة ممكن كمان أنه هو ياخدها، وممكن نضيف لها زيت زيتون كمان. نحن في عنا بعض أنواع الدسم المنحلة بزيد فيه امتصاصة بإضافة زيت الزيتون. في أطفال بتحب أو طلاب بحبوا الزيت والزعتر، لا يمنع. أكثر الأكل الشعبي المشهورة قبل الامتحان الزيت والزعتر، لا يمنع فعلاً. تمام. هلأ هي أصلاً هي عادة موروسة، نحن قلنا بالبداية إنه الأوميجا 3 موجود ضمن السمسم. نعم. فهلأ نحن أصلاً الزعتر فيه تركيبة عالية من السمسم، فأنا بيجي شو بعمل، بضيف نفسها ملعقة بذر الكتاني اللي أنا طحنتها وبضيفها للسندويشة. تمام. مع الزعتر مع الخبز، وممكن أخذ مثل ما قلنا 3 حبات تمر كمان ضفنا لإلهم. وكتير ضروري اني انا اعطيه حصه خضار، يعني ممكن مع الساندويشه ياخذ خياره، ممكن بندوره، ممكن اي انواع خضار ورقيه متوفره حطلها ضمن الساندويشه او ياكلها جنب. ليه؟ لانه انا بدي فيتامينات، بدي فيتامين سي اللي هو اصلا مهم جدا، لان ضلني محافظه على مناعه جيده للطالب، وكمان انه هي مصادر للماء. يعني كل ما كانت الوجبة ملونة أكثر، فيها ألوان، كل ما كانت تتجه للتوازن، مضادات أكسدة وللتوازن الغذائي. منكمل أكيد بهذا المحور المهم جدا، ولكن اسمحينا نتوقف باستطلاع أجريته كاميرا التربوية. يعني زميلتنا لما المعدة اختارت أنه تسأل سؤال، أنه شو هي أبرز الأغذية اللي ممكن إحنا ننصح فيها طلابنا خلال فترة الامتحانات. منتابع عينة من الإجابات بالاستطلاع الآتي مشاهدينا، وبعدها نعود، ابقوا معنا. برأيك هل هناك أغذية سواء طعام أو شراب يجب التركيز عليها أو الابتعاد عنها أثناء فترة الامتحانات؟ هلأ أهم شيء الابتعاد عن المنبهات، أهم شيء التركيز على الفواكه، على الأطعمة المغذية مثل الحليب ومشتقاته، مثل البروتين، يعني مثل السكريات بيعطي طاقة للطالب مشان يدرس أكثر، مثل الشوكولا، العسل، المكسرات. هلا اكيد في اغذيه مفيده ولازم الطالب يركز عليها، كل الاغذيه اللي فيها بروتين لازم يعتمد عليها. ليش لازم يعتمد على هيدي الاغذيه؟ لانه هي يعني في عمليه تنشيط للدماغ، عمليه اعطاء طاقه، اعطاء حوافز للدماغ لحتى يحفظ. وخاصه في عندنا نحن البروتين النباتي، مثلا ماده الجوز، ماده المكسرات، هي كتير مادة كتير مفيدة. يعني هالأغذية هي مفيدة للجسم، مفيدة للطالب أنه يعتمد عليها. لازم يبتعد عن المنبهات بشكل عام، منبهات هي مفكرية أنه شغلة منيحة بس هي شغلة كتير ضارة. بالنسبة للعسل، العسل مادة رئيسية يعني للجسم، غذاء كامل إن كان للأطفال ولا اللي عندهم امتحانات دراسية. مشتقات الحليب مثل الأجبان والألبان تكون هي خفيفة وكمان يعني صحية بالنسبة لموضوع الدراسة. أما مثلا الشغلات اللي بدي ابتعد عنها، مثلا الشغلات اللي بتساوي لهم عندهم صعوبة هضم أو كذا أو تلبك معوي مثل الأكلات الثقيلة، يعني دائما بده يكون قبل النوم بده يكون عشاء خفيف والصبح فطور خفيف لحتى يكون الطالب مركز بشكل كبير بالنسبة لموضوع الامتحان. يعني تابعنا مجموعة من الإجابات، ذكر في منا منبهات، ذكرت الشوكولا، ذكرت النقرشات بشكل عام يلي بيشتهيها الطالب. تمام. قد تكون نوع من التنفيذ مثل ما ذكرنا أستاذي روعة. ناخذ رأيك هلأ بهدول أبرز الأشياء اللي انذكرت بالاستطلاع. الشوكولا، تمام، هل هي دائما مفيدة بفترة الامتحانات أم تسبب فرط طاقي أو شيء سلبي مثلا، أثر عكسي مثلا؟ تمام. هلأ نحن لأنه الشوكولا من الكاكاو إذا فرضا كانت أصلية، فنحن في عنا هون عنا فيها التريبتوفان يلي هو نوع من أنواع الأحماض الأمينية اللي بيزيد من تشكيل السيروتونين، فبالتالي في عنا ممكن تساعد بزيادة التركيز. كمان بسبب وجود الكافيين اللي فيها لأنه هي جاية من الكاكاو، فكمان ممكن الكافيين يزيد من التركيز. نعم. لكن المشكلة فيها أنه اللي بيكون عنا نسبة الكاكاو قليلة، زبدة الكاكاو فيها أنواع دسم مهدرجة، فيها سكر كتير عالي، فهون بتصير الخطورة. لكن إذا أنا عم بتحرى أني حتى ممكن صنعها، يعني أنا ممكن أقول لهم أنه أنا مثلا كنت مرة صنع أنه متمر بالإضافة للكاكاو نحن نحضرها بالبيت شوكولا صحية. ناخذ وصفتها.
بتحول برنامج طبخ. نعم تفضلي. فلنحن يعني بدل السكر يكون عبارة عن تمر بالخلاط تمر. ونضيف حليب. وهذا بديل طبيعي يعني التمر تمام. دائما هو في مواد ومعادن غذائية. هو منشم منشم بالفيتامينات تمام. والمعادن. ممكن نضيف حليب سائل أو حليب بودرة والكاكاو طبعا لحتى يصير إلى خلط على الخلاط بتصير شوكولا مدهونة. لا لازم نعمله معناته إذا تمر حليب كاكاو هذا تمام. هاي بسموها خلطة الذكاء أو الذاكرة فينا نقول بتقوي الذاكرة. تمام. نعم. فهي بتساعد إنه نحن نزيد التركيز وبعتقد إنه متوفرة بأغلب البيوت يعني هاي دعوة لكل الأمهات اللي عم يتابعونا إنه اللي عندهم طلاب أبناء بالشهادة إنه بيعززوا لهم الذاكرة والطاقة كمان تمام. هاي بنصحها فيها الآن ولا كمان بتترافق مع فترة الامتحانات فينا نعملها فترة الامتحانات وفينا نعم. الآن لأنه هي عن جد بتزيد من التركيز نعم. هلأ بالنسبة لموضوع النقرشات النقرشات والأغذية الملونة ووائل آخر صحيح هلأ بيصير بيحب الشيبس كتير لأنه هو أصلا بيصير بيطلب إنه هو بده دسم فنحن شو بنقول إنه خلي الأمهات يعملوا لهم بوشار يعني هلأ أنا مثلا الطالب عنده استراحة مثلا بين الأربعة والخمسة مثلا بين الأربعة ونص والخمسة نص ساعة. فنحن بنحضر البوشار خليه هو يقوم يحضر يحرك حاله وبدل ما انه ياخذ الشيبس ممكن ياخذ بوشار حتى البوشار وجدوا انه بيحرر من هرمون السعادة تماماً. وفيه الياف عالي وهو كتير ضروري انه ياخذ الياف لانه عفوا بعض الطلاب نتيجة القعدة الطويلة ورا المكتب ورا الدراسة بصير تعرضوا لأمساك تمام. فوجود البوشار رح يعطيهم سعرات حرارية قليلة ورح يعطيهم شبع ورح يعطيهم الياف الالياف اللي هي مثل ما يعني مذكور حتى بمناهج طلابنا الصف التاسع وإذا كانوا بكالوريا بمختلف اختصاصات المعلومة أكيد مرقت عليهم أنه الألياف إلى دور كتير بأنه بمضادة للإمساك تماماً. أيضا في عنا حالة يقع فيها الطلاب حالة خوف وتوتر هلا مثل هون في عندي تعليق من غصون القصار عم تقول هل التوتر عادي والخوف خلينا نجاوبها ربطا باختصاصك بالتغذية تمام. أول شيء كمربي شو تجاوبيها عادي هلأ نحن أصلا بنعرف يعني أي الامتحان إله رهبة يعني أنا مرة سمعت معلومة إنه حتى هتلر كان يخاف من الامتحان تمام. فهذا الشيء طبيعي بنقول نحن إذا ما في خوف معناته ما في اهتمام تمام صحيح هذا مؤشر إيجابي معناته تمام تمام. فهو التوتر لح يخليني أو لح نقول الخوف لح يخليني إنه أنا أدرس لح يكون في عندي وعي عندي تركيز بس وقت اللي بوصل بزيادة حد لا هون بالعكس إنه أنا بصير في عندي حالة عكسية بتوتر ما بعرف أكتب فنحن شلون من خلال الغذاء بنخفف هذا التوتر أولا مثل ما ذكر الدكتور جهاد ابني مشكور انه نحن عنا لازم يكون نايم وقت كافي فاذا هو متاخر كتير بالسهره ما رح يكون فايق صحيان ورح يكون عنده توتر نعم. والافضل انه ينام وقت لو ساعتين بين الثمانية والعشرة لانه هون عنا بيتحرر هرمون الميلاتونين اللي هو بيساعده على التركيز وبيقولوا الدماغ بينظف شويه الفضلات تمام بسبب الميلاتونين لانه هو مضاد نعم. اكسده كبير الشيء الثاني لحتى كمان المساء ما يتوتر انا بطلب من الامهات كاسه حليب كاسه لبن إذا ممكن لبن بخيار هلأ نحن لأنه يعني نحتاج لشي بارد وهلأ موسم الخيار تمام وتمام مع لبن نعم. ممكن رشة نعناع فهذا الشيء كمان بخفف من التوتر عنده في منهم بيحبوا ياخذوا مثلا يانسون مليسة كمان هي بتخفف نعم. عندهم من التوتر بتساعد إنه هن يصير في عندهم استرخاء ويناموا وبعدين يرجع يفيقوا ويدرسوا يعني هلأ يسمعوني إنه مليسة بتنعس أو اليانسون لا ناموا إذا أنت هلأ نعسان نام ساعتين ورجع بتكون صحيان وبيكون في عندك نشاط أكتر حلو كتير هالكلام جوعتينا يعني نحن عم نحكي على الأكل اللي هو فعلا هادف بفترة الامتحانات مو الأكل الزايد يعني هلا إحنا اللي عم أحيانا البعض بينظر للطعام لأنه صحي معناته أنه أنا باخد قاعدة بكتر قد ما فيني أكل معناته ما بيصير هذا بسبب تخمة هذا بدنا نحكي عنه في حال صار في عنا زيادة وفرط بتناول المأكولات اللي هي أساسها صحي شو ممكن يصير هون تمام خاصة بالنسبة للطالب تذهب الفطنة ما هيك فإحنا نعم. وقت نعم. اللي بناخد أغذية بحاجة كتير لهضم هذا الشيء بيصير في عنا نحن اصلا كميه الدم رح تنزل اكثر على المعده وما حتطلع على الدماغ بطريقه صحيحه فانا يفضل لنا توزيع الوجبات هذا الشيء اساسي تقليل حجمه نعم. مشان اذا هو حب يعمل استراحات فهو معلش ياكل تماما. اكل شيء صحي وما ياكل وجبات دسمه كتير مقليه كتير هذا الشيء بيصير بيتطلب هضم اكثر وارهاق وتعب للجسم تمام اكيد رح نحكي عن كمان دور الفيتامينات والفواكه خاصه بما هو متوفر الان بالاسواق السوريه تمام. وما يناسب الدخل يعني للمادي للجميع ولكن بعد ما ناخذ اتصال من عمر من حما مساء الخير عمر مساء النور اتفضل عمر عم نسمعك بس في سؤال كيف الواحد يخفف التوتر قبل صعب من النهار عمر انت باي صف تاسع تاسع نعم كيف بنخفف التوتر تماما
نعطيك شوية استراتيجيات، ولكن سؤالي لإلك عمر، أنت كيف شايف دراستك؟ راضي عن دراستك؟ نعم. أنت راضي عن دراستك خلال العام؟ إيه نعم. واثق من حالك؟ نعم. تماما. فمعناتها التوتر هل هو بالنسبة لكل المواد بشكل عام، ولا في مواد معينة بتوترك بتخوفك؟ ألو يا عمر، سألتك سؤال، انت بتشعر بالتوتر، توترك هاد هل هو بالنسبة لجميع المواد عم تتوتر بصفة عامة، ولا في مواد معينة عم تسبب لك توتر، عم تسبب لك خوف؟ مواد معينة. يعني توترك موجه لمواد معينة. طيب نعم. هلا في سؤال تاني؟ لا. طيب خليك معنا. نعم. مثل حالة عمر أستاذي روعة، أول شيء علاج التوتر غذائيا، نرجع منذكر شو ممكن يتصرف عمر؟ أول شيء يشرب مي كتير. تشرب مي كتير يا عمر، نعم. هاي أول نقطة. ثاني شيء إنه ممكن هو يعني شوي يلتها على الفكرة اللي هي جاية بباله، فمن خلال ممكن بعض أداء التمارين، يعني لو نحن بنفس بغرفته قبل ما يروح للامتحان إنه يؤدي بعض التمارين. كتير ضروري إنه إذا بيقدر يروح على المدرسة مثلا مشي، هذا الشيء بيخفف من حد التوتر. تمام. مع شرب المي الكتير. الشيء الثالث إنه هو ممكن ياخذ بعض أنواع الأغذية اللي هي بتخفف من التوتر. تمام. يلي مثلا مثل ما قلنا قبل بشوي الشوكولا، يعني هلا هي صح لو فيها كافيين بتزيد عنده الانتهاب انتباه، لكن هو اذا شخص رابطها بالاصل من الصغر بالسعاده فرح يصير عنده يتحرر هذا الرابط. شرطي نعم. تماما. فممكن انه هو ياخذ، ممكن بعض الاشخاص بحبوا يشربوا نسكافيه، فلا يمنع انه نحن نسقي نسكافيه، اللي حواليه كله بده يساعده انه يعني هي ما رح تخلص الدنيا. تمام. طيب. يعني دائما يفكر انه انا ما رح تخلص. نعم. الدنيا عند هذا الامتحان. صحيح. عمر بدي اسالك سؤال، عم تسمعني عمر؟ نعم. انت في حدا باخواتك سبقك بهاي التجربه، كان بكالوريا ولا تاسع مثلا؟ لا والله انا اول. انت اول واحد، هذا اول شيء سبب من عرفنا نحدد سبب، هو شيء طبيعي. بعدين نحن بدنا نقول شغله، انه من شوي حكينا يا عمر بانه الشعور بالخوف والتوتر هذا مؤشر ايجابي، مؤشر للاهتمام، وان شاء الله هو مؤشر للتفوق، طالما عم تقلي انه انت دارس وواثق من دراستك. فمعناتها الخوف هلا والتوتر اليوم كل طلاب سوريا عم يعيشوا هاي الحاله، انت مانك الوحيد اللي عم تعيش هاي الحاله، وحتى الاهالي عم يعيشوا كمان هاي الحاله. فما بدنا اياها نحن تتطور هاي الحاله معك يا عمر، لحتى ما تشكل لك حاله نفسيه تمنعك من التركيز من الدراسه. انت خليك قانع حالك بفكره، اقنع حالك بفكره انه انا دارس واثق من نفسي، وهذا الخوف هو شيء طبيعي، فلح يكون هو نوع من الخوف والتوتر التحفيزي يلي بكره بالامتحان لح يحرضك لتتذكر معلومات اكثر، ما تركز عليه ما تحصل عليه. تماما. واسمع شو عم تقول لك الانسه روعه، ما تركز عليه ما تحصل عليه، قول انه ان شاء الله لح يقدم. تمام. فلح تكون نتيجه تمام ان شاء الله. تمام. الله تعالى. اذا نحن في عنا عمر فكره اخيره قبل ما اختم معك، وربطا بالشيء اللي حكيته الاستاذ روعه، خلينا دائما نحن بالتفكير الايحائي نحن نقول دائما انه الاسئله رح تكون سهله، انا رح جاوب رح اجيب العلامه الكامله. نعم. حتى لو كنت خايف ومتوتر، طالما انا مركزت على هاي الفكره فهاي الفكره رح تصير ان شاء الله. ان شاء الله بنسمع عنك اسمك من الاوائل على مستوى سوريا ان شاء الله. بتمنى تتصل فينا عمر بفتره الامتحانات وتخبرنا ان شاء الله عن استعدادك وامتحاناتك كيف بتكون. سلامي لك وللعائله ولجميع طلاب سوريا خاصه في حما. شكرا لك. بناخذ نصائح منك استاذي روعه. تماما. اول شيء موضوع المي شيء اساسي اثناء الامتحان وقبل الامتحان، بس كثير ننتبه انه اذا هو رح يشرب المي الكثير اثناء الامتحان رح يخليني فوت للحمام، فانا بدي احاول باخر الفترات واول الفترات. نعم. اشرب المي مشان ما يصير اضطر اطلع. تمام. وتشوش. ننوه بانه المي هو بيساعد على عمليات التذكر اللي هي اساسا عمليه حيويه بتعتمد على وجود تماما. الماء. تماما. حتى. نعم. ربطه، يعني اذا انا اليوم عم بدرس سؤال صعب بالبيت وشربت مي واخذت معي مي كمان، احيانا الربط هذا بيخليني جاوب احسن. الشيء الاساسي انه ممكن اتناول حصتين من الفواكه او الخضار الموجوده عندي. نعم. قبل ما اني روح للامتحان وما اطلع بلا فطور، لو كان سندويشه ممكن كاسه حليب اي شيء. ايوه تمام. ما يسبب لي ازعاج معوي كمان، بحيث انه المعده ما تكون فاضيه. تمام. يعني لازم ياكل. تمام. اي شيء باعتدال بتوسط دائما. تمام. ناخذ اتصال من حنان من حما. مساء الخير حنان. مساء النور. باي صف حنان؟ بكالوريا. كيف الهمه؟
الحمد لله. مرحبا. علمي ادبي؟ شو اختصاصك؟ علمي. علمي. خايفه ولا متوتره ولا عادي ولا واثقه من حالك؟ شو؟ كل شيء. واثقه بنفس الوقت خايفه ومتوتره. كمان خوفك حنان هو من المواد ككل بشكل عام ولا في مواد محدده ولا من فكره الامتحان بشكل خاص؟ لا كل شيء، حتى فكره الامتحان وكل شيء. هذا برجع مثل ما حكينا لعمر حنان، خوفك هذا مؤشر ايجابي. برجع بقول لك طالما انت واثقه من نفسك ودارسه. من امتى بداتي التحضير للبكالوريا؟ بدايه العام الدراسي ولا بالصيف الماضي؟ والله تقريبا يعني قبل بدايه المدرسه بكم شهر يعني. معناتها دارسي المنهاج ومثل ما بيقولوا طاحن طي طحن، فما في داعي للخوف. برجع بقول لك حنان، خوفك هاد توترك هاد هو عبارة عن حالة إيجابية ولح يكون إن شاء الله خوف تحفيزي. بس بدي أسأل الآن سؤال. اتفضلي. عم تسمعك. أنا ما عم بقدر ركز لوقت طويل، يعني إنه مثلا بحس حالي مركزة نص ساعة وبعدين بفقد التركيز. هذا شيء طبيعي، يعني احنا اصلا اي حدا تركيزه صغار مع كبار ماكسيموم ممكن يكون 3 ساعه لنص ساعه. فيك تحكي على الكاميرا. فنحن تقريبا بين 3 ساعه لنص ساعه ندرس، ممكن ان نحن نستراح لمده دقيقتين ثلاثه وبنرجع يعني بنرجع لوقت الدراسه. هلا بهذا الوقت شو ممكن انا اخذه؟ مثل ما قلنا نشرب مي، الاشياء اللي فيها مضادات اكسده وفيها كافيين اللي هي مثل الشاي الاخضر، في عنا شاي الماتشا كمان ممكن نحن اذا بنقدر نوفرها كمان بتكون جيده، الشاي الاسود يعني الشاي الاحمر اللي كمان نحن ممكن ناخذ بحدود الكاسه صغيره، ما ناخذ كثير، ما يصير في عنا كمان تاثر اذا خاصه بالنسبه للفتيات اثناء الدوره الشهريه بصير في عندهم نقص بالحديد، فضروري جدا لحتى ما نفقد هذا التركيز يكون في عنا مصادر حديد عاليه ضمن نظامنا الغذائي، فلانه احيانا حتى التوتر ممكن ياثر على الهرمونات فيصير في عندها خربطات، فجدا اساسي انه نحن ندرس 3 ساعة أو نص ساعة، نرتاح دقيقتين ثلاثة، ممكن نشرب مي، نلعب رياضة، نعمل أي نشاط يكسر الشيء اللي كنا عم نشتغله ونرجع لدراستنا. من الأشياء اللي بتزيد التركيز مثل ما قلنا بذور الكتان إذا متوفرة مكسرات أو السمسم، فول الصويا كمان كتير جيد لإليك، وشرب الماء، ممكن بعض أنواع العصائر الطبيعية مثل عصير الجريفون، عصير البرتقال، العصائر الموجودة يعني بالموسم، عصير الفريز كمان كلياتها غنية بمضادات الأكسدة أهمها فيتامين سي، ممكن استعين بين فترة وفترة بفوار فيتامين سي يلي هو كتير بيساعدني بالتركيز وبزيد مناعتي. طيب حنان، لما أنت بتشعري بالملل أو تعبتي مثلا من الدراسة شو بتتصرفي؟ شو يعني بترفعي عن الجوال شوي بقعد مع أهلي وهيك. الجوال هلا يفضل ما يكون الجوال لأنه بيزيد التوتر. يفضل. أنا كمان مع رأي الأنسة روعة يا حنان، يعني إذا بتمسكي الجوال ما تطولي فيه، يفضل تلغيها الفترة، يفضل لأنه في أشعة زرقاء بتأثر على عمل الدماغ. لا بتصير تسمع تقرأ شيء وترى هذا كيف عم يدرس. تمام. وبدنا نبتعد حنان عن التوقعات. تمام، هاي أهم شغلة نبتعد عنها وعن قيل وقال وما إلى آخره. إحنا عنا كتاب في محتوى معرفي، في أسئلة درسناها، خلينا نركز عليها، كل تركيزنا يكون عليها. تمام، يعطيك العافية. بتمنى لك النجاح وأتأكدي حنان لح تكوني أنت من المتفوقين. إن شاء الله نسمع لحنان من المتفوقين على مستوى سوريا. نعم، أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر الأستاذ روعة التجار اختصاصي في التغذية. للأسف يعني وقتنا انتهى مع حضرتك، بنتمنى أن نكون نحن وصلنا شيء لطلابنا، لأهالي الطلاب بما يتعلق بالتغذية أثناء الامتحانات. وصفاتك أنا سجلتها لح نفذها. إن شاء الله. تمنياتي بالتوفيق لكل طالب بسوريا وما يضيع لهم تعب يا رب. إن شاء الله. إذا نحن مشاهدين مستمرين ولكن فاصل وبنرجع، خليكم معنا. رسائل أساسية للأهل فيما يخص قلق الامتحان. علامات قلق الامتحان: كيف أعلم أن ابني يعاني من قلق الامتحان؟ الأهالي غالبا يلاحظون التغيرات الخاصة التي تظهر على أبنائهم عندما يعانون من الخوف، القلق أو التوتر. يؤثر قلق الامتحان على المشاعر، قد يشعر الطالب بالتوتر، الحزن، الغضب. التصرفات والسلوك كالبكاء، الشجار، العزلة. الجسد كالتعب والوهن العام، التغير في الشهية،
والألم الجسدية غير المفسرة والتغيرات في النوم. الأفكار قد تراود الطالب أفكار سلبية وبشكل متكرر: لن أستطيع، هذا صعب. كما قد يؤثر القلق المفرط بشكل سلبي على التركيز والذاكرة. ماذا أفعل في هذه الحال؟ أن تكون حاضراً، موجوداً، متابعاً لما يمر به ابنك من تغيرات في السلوك أو المزاج، وأن تؤكد له باستمرار أن التركيز ليس على العلامة أو الدرجة بحد ذاتها، بل على التعلم. أن تحاول اكتشاف نقاط قوته، اهتماماته، وبأن تعزز تقديره لذاته وثقته بنفسه في أوقات الامتحان. هذا الأمر لابد أن ينعكس في الحوارات اليومية التي تجريها مع ابنك، والتي لا تؤكد فقط على النجاح بل على الفشل أيضا، وبأن الفشل يمكن أن يكون مهما أيضا لكونه يحرض على النجاح من جهة، ويقدم دروسا لنستفيد منها من جهة أخرى. اسأل نفسك: ما هو محتوى الحديث اليومي الذي أقوم به مع أبنائي؟ هل محتوى حديثي يساعده على أن يكون واثقا بنفسه وسعيدا؟ إن لم يكن كذلك، فينبغي تغيير حديثي اليومي معه ليصبح محتواه موجها لإنشاء طفل سعيد ومعافى من الناحية النفسية.
إذن مشاهدينا، يعد التحصيل الدراسي من أكثر المتغيرات تأثيرا في حياة الفرد لما يترتب عليه من قرارات قريبة الأمد بعيدة الأمد أيضا. وإذا كانت مهارة حكمة الاختبار وكذلك مستوى قلق الاختبار والضغط النفسي الناتج عنه من العوامل التي تؤثر في مستوى تحصيل الطلبة، فإن ثمة ضرورة لإكسابهم مهارة حكمة الاختبار وترشيد قلق الاختبار والضغط النفسي الذي يسببه لديهم، حرصا على الارتقاء بمستوى تحصيل الطلبة وتحقيق درجة عالية من المساواة والعدالة بينهم، وسعيا نحو إيجاد الطرق والحلول وتقديم السبل ليكون امتحان آمن يحقق أعلى الدرجات. إذن يسرنا مشاهدينا أن يكون معنا في الاستديو كلا من الدكتور أحمد سلامي الاختصاصي النفسي. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد. أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية جميعا. يا أهلا وسهلا. أيضا ترحيب موصول بحضرتك الدكتور مجدي السعدي رئيس قسم الدراسات والبحوث في مركز القياس والتقويم التربوي. أهلا وسهلا، يسعد مساك. طبعا بدأ من عندك دكتور أحمد، اليوم يعني كل طلابنا اللي عم يعلقوا اللي عم يتصلوا عندهم شعور بالخوف بالقلق، لأي مدى ممكن نحن نقول أنه هذا الشعور هو طبيعي أو قد يكون شعور محفز يحفز التركيز والدراسة؟ تمام، أولا الله يعطيكم العافية على الجهود المبذولة لطلابنا قبل بداية الامتحانات. نحن لاحظنا هيك عندكم كتير ندوات العلاقة بتهيئة طلابنا نفسيا وجسديا وكل الأشياء المتعلقة بالامتحانات. نعم. هلأ الضغط النفسي والتوتر والشدة والقلق اللي بده يكون موجود عند الطلاب أكيد موجود خلال سنة كاملة من التحضير ومن التواصل مع الدراسي ومن ضغط خلينا نقول المجتمع والأهل وضغط التحصيل، خاصة طلاب الشهادة الثانوية. تمام، طلاب الشهادة الثانوية احنا عندنا مثل ما يعني بنعرف انه من بداية تقريبا بعد التاسع بلش يتحضر له الموضوع هذا، يعني شو هو بده يتعرض لضغوط كثير ولشدات كثيرة لها علاقة بهالموضوع. طبعا احنا الشدة النفسية او خلينا نقول القلق هو حالة مشروعة وحالي طبيعي وحالي نعم. مطلوبي يعني هي اللي بتعطينا الدافع انه نحن نحصل شيء او نحافظ على شيء. وانصرنا عم نحكي عن القلق الايجابي، القلق الايجابي هذا هو القلق المحفز، يعني القلق المحفز لانه هو حالي طبيعي وحالي ايجابيه وحالي لازم تكون. يعني هلا نحن بنعرف باي حاله باي شيء اذا ما في قلق معناته انا عباره عن شخص متبلد، شخص لا اهتم بشيء، دليل اهتمام يعني عكس يعني. القلق هو ممكن يكون طيب دكتور مجدي، يعني القلق الايجابي له اثاره الايجابيه على الدراسه والتحفيز والتركيز، وانما القلق نفسه اللي عم نحكي عنه متى يتحول الى قلق سلبي؟ طبعا القلق بحاله عامه هو القلق بيكون ايجابي بحاله يدل على اهتمام الطالب ودراسة الطالب وتحفيزه كمان. الطالب طبعا الطالب اللي بيدرس بشكل جيد هو اللي عنده حالة من القلق الخفيفة، طالما احنا في دائما عندنا مؤشرات في مقدار الشدة، لما بكون شدة القلق شديد هون ندخل بقلق مرضي او قلق وصل لمرحله الاضطراب. طبعا هون وصل لمرحله الاضطراب يعني. فمقدار الشدة وحالة التكرار هي اللي بتأهلنا لنحكم على إذا كان هذا القلق هو قلق مرضي أو هو قلق طبيعي. حتى القلق الطبيعي هو بحالات القلق الخفيفة. تماما. طيب بنكمل أكيد بهاي النقطة، ولكن اسمحوا لنا نأخذ اتصال من عبد الغني من دمشق. مساء الخير عبد الغني. ألو مرحبا. أهلا وسهلا عبد الغني. إيه. صف تاسع صح؟ إيه صح. تفضل عم نسمعك. هلا أنا طبعا أطامح 3100 هي أول فكرة. نعم. بس عم تجيني ضيقة خلق انه ما عم اقدر اكمل، بس انا مصرة على انه بدي اعد دراسي. نعم، اذا انت عم تشعر بالملل اللي بيجيك ملل قسري لا إيه؟ ارادي. نعم، مبدئيا كيف انت عم تعالج هاي الحالة عبد الغني؟ هلا مثلا انه اقعد مع اهلي شوي انه بفتح عن نفسي. تمام، بعدين ارجع اقدر ادرس. طيب عبد الغني، اهلك عم يضغطوا عليك شيء مثلا، عم يحملوك مسؤوليه او امال طموحات بتحسها فوق طاقتك؟ يعني ايه شوي يعني احيانا. هلا هن ليش بدهم يعني هيك؟ عشان اقدر اسجل مدرسه منيحه وش اتاسس البكالوريا منيح. تمام، هذا مطلب جميع الاهالي، ولكن انت فينا نقول انه دراستك خلال العام كنت راضي عنها بالميه قد ايه؟ يعني 80%. 80% راضي عن
دراستك، إنما الآن عم تعاني أنت من حالة الملل، وحالة الملل مترافق مع تعب ولا بدون تعب ولا شو؟ مع تعب عقلي. تعب ذهني وعقلي. طيب عبد الغني، هلأ الدكتور أحمد عم يسمعك والدكتور مجدي. رح نخلي الدكتور أحمد يحاورك، وإذا أنت بتحب تسأله شيء هو اختصاصي نفسي ممكن أنه يعطيك شيء استراتيجية، طريقة حل لتتخلص من هذا الملل، وبنصحك تستغل الفرصة وكل شيء سؤال ببالك فيك تسأله لحتى يساعدك الدكتور. تفضل دكتور أحمد، فيك تحكي من هاي الكاميرا دكتور. طيب. يعطيك العافية ونتمنى لك النجاح والتوفيق. هلأ سأل الأستاذ بعض الأسئلة كتير العلاقة، أنت تحضيرك خلال السنة كان تحضير جيد بشكل عام وراضي عنه الأهل أو راضين عنه الأهل بشكل عام؟ مو كتير. مو كتير. حلو الاعتراف. حلو طبعا تماما يعني. يعني هذا بيدل على انه واثق بحاله. تماما يعني هاي العكس، هاي ثقه بالنفس، وحتى اتصالك هلا بهالوقت هذا هو على دليل يمكن يكون قصده على الاهل كمان. نعم تماما. يعني هلا هو الملل، شو معنات الملل يعني بهالحاله هاي؟ يعني احنا بدنا نفكر شو بدنا نساوي. اول شيء انت عندك برنامج صحيح؟ اذا عندك برنامج في برنامج حاطط برنامج انا. حاطط برنامج تماما. الملل بعد فترة مثلا شد من الوقت بعد الدراسة بتشعر ملل تقريبا يعني. نعم. بعد فترة مثلا نص ساعة، ثلاث أرباع ساعة، ساعة. من إيه بتحس بالملل؟ يعني هلأ أنا أول ما عطلت بالمدرسة كنت أقدر أقعد ساعتين، هلأ وصلت لمرحلة نص ساعة ما عاد أقدر أبدا. نص ساعة تمام. صار عنده إشباع مثلا؟ هلأ نص، لا نص ساعة تركيز يعني حالي يعني مقبولة جيدة يعني، مثل ما يعني بنحكي إنه التركيز كمان لمدة نصف ساعة بطريقة جيدة كويس، بس طبعا. كمان يكون كيف طريقة تعاملك مع الملل، يعني إذا ملل بطريقة كتير خلينا نقول متواصلة وكل فترة بدها استراحة وكل فترة بدها، يعني هذا أكيد رح يأثر على دراستك. طيب شو بتساوي وقت شو بتساوي أثناء مثلا الفرد عطوك الأهل استراحة ربع ساعة أو نص ساعة ولا شو بتساوي فيها بشكل عام يعني؟ هلا أنا بشكل عام بحب انه افتح الموبايل تمام. انا عم حاول امنع نفسي انه بيأثر عقلي كثير. تمام لازم فبقعد يعني اي شيء بدي اعمله بس انه شوي. طيب انا بنصحك يعني تبعد عن المؤثرات دائما، المؤثرات البصريه وتحديدا الموبايل وبشتت التفكير. نعم. بشتت تفكيرك، ممكن ياخذك، ممكن يجيك اي شيء خارج عن الشيء اللي انت عم تفكر فيه او عن امتحاناتك وشتت لك تفكيرك. يعني انا بتمنى انه مثلا تقتل الملل باشياء ثانيه، شيء بديل مثلا، يعني اي شيء مثلا قراءه شغله، لعب قليلا مثلا مع مشي، رياضه مثلا، مشي، ممكن قراءه مثلا اي شغله مفيده بي، حتى ولو عن معلش حتى عن وسائل التواصل الاجتماعي، بس فرجع على التلفزيون ولو مثلا لربع ساعه، فوت على المطبخ، اعمل لك شغلي، اعمل لك اكلي مع الوالدي مع الوالد. ولكن احنا متفقين على شغلي عبد الغني، دائما ننصح طلابنا كلياتهم باي صف كانوا انهم يبتعدوا عن الموبايل بغض النظر عن المضار الصحي، وانما الموبايل اذا فت انت على الفيس مثلا بهذا الوقت هلا، هذا هو الوقت اللي بصير فيه ترويج لكثير من الشائعات والتوقعات والمشتتات، هذا كله بيأثر سلبيا على دراستكم. دكتور مجدي رح يحكيك، تفضل دكتور. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. هلا هون ضروري يكون في عندك أهداف. أنت نعم. أنت يجب أن تضع أهداف لكل مرحلة، لكل أسبوع إذا بدنا نقول إنه في هذا الأسبوع شو الإنجازات اللي أنجزتها. هاي تكون من ضمن خطة الدراسة. وضع الأهداف. من ضمن خطة طبعًا. الدراسة. طبعا وضع أهداف. لك البرنامج. هلا أنا. نعم. هلا أنا الحمد لله لهلا خالص المنهاج تقريبا مرتين. برافو عليك. برافو. إنه بدي عم حاول أعيدها كمان هلا، وخصوصا تمام. طيب. أول مادة في اجتماعيات إنه بتكون شوي صعبة، عرفت شلون؟ مو صعبة، وإنما خلينا نقول شوي محتواها كتير يعني، وإنما في شيء صعب على الدارس. عرفت شلون؟ محتوى ضخم شوي. تمام. يعني طيب يعني عم يأتي الملل من خلال أنه أنت مأنجز ومخلص المنهاج وهي المرة الثالثة اللي عم تدرس فيها، فطبيعي يكون في ممكن يكون وصل لحالة يعني إشباع مثلا. تماما تماما ممكن إشباع معلومة يعني مخلص المنهاج هلأ يعني بمرحلة استذكار ومراجعة. تمام. هلا اهم شيء عبد الغني، لانه لسه ايام قليله التشويق تماما. هلا في ايام قليله زمنيه من الامتحان. نعم. امتحانات التحضير يعني. التحضير ما قبل الامتحان يعني فتره طويله. انت بدات عبد الغني مع العام الدراسي ولا حضرت بالصيف اللي بيسبق العام الدراسي؟ ما سمعت.
الاثنين. معناتها نحن فينا نقول انه مثل ما حلل الدكتور انه في عنا حالة تكرار معلومات او شبع من المعلومات، بس هذا بتطلب مننا انه نضل مسيطرين هالكم يوم بس قبل الامتحانات، متى ما بدأت المادة الاولى بسلاسة وسلام تمام. اكيد رح يصير في نوصل للنهايه بسلاسه. اهم شيء ما يكون مع الملل عم يترافق عندك حاله خوف او توتر او قلق زائد عن اللزوم. لا ما عندي منه لا واضح على فكره واضح ما شاء الله يعني امكانيات صوتك واضح وحواره يعني محاور واثق تماما. انا بتوقع لك عبد الغني تطلع الاول على سوريا تماما الحكي بكره بنتناقش. هلا بس سؤال، هلا انا فضل. كمان في قصه ثانيه عم تواجهني هي النسيان طبيعي يمكن نسيان منهاج يعني طيب. انه مثلا بدرسه من هون بنساه من هون هو شعور اللي بترافق مع كل طالب بيدرس انه بيشعر انه هو نسيان كل شيء لكن وحتى تماما وحتى وقت يعني حتى رغم وقت الملل عم يحكي عنه بس حتى وقت نعم. الدراسي حاول ركز قدر الامكان لا تشتت لا يكون عندك تشتيت بالفكر خارج الموضوع يبتعد عن المشتتات تمام المشتتات ممكن تساوي له بكل الاحوال عبد الغني نحن حوارنا هلا مع الدكاتره حول هذا الموضوع النسيان والملل فخليك عم تتابعنا لحتى تستفيد من خبراتهم ومن نصائحهم تمام بتمنى لك التوفيق والنجاح يا عبد الغني وانت شاطر وخليك عم تقول انا ادى على طول خليك عم تقول انا أدى لح تجيب العلامة الكاملة إن شاء الله. موضوع النسيان هل هو ضمن مرتبط بحالة معينة دكتور أحمد ولا حالة طبيعية الآن عم يمر فيها جميع الطلاب؟ هلا نرجع مثل ما السؤال الأولاني إنه عن موضوع القلق أو القلق اللي بصير أثناء الامتحان والضغط النفسي. يعني نحن إذا في بعض الأشخاص الموضوع دائما الامتحان هو يعني خلينا نقول شقين هو امتحان وعناصر الامتحان اللي هي شغلة حادة وشغلة يعني كل الناس ممكن تخاف من الامتحان او يصير عندها والجزء الثاني هو الطالب او الشخص اللي عم يتعامل مع الامتحان واللي هو عاده نحن بنعرف انه كل شخص له مركب نفسي ومركب اجتماعي ومركب مجموعه اشياء يعني النسيان ممكن يكون حالي طبيعي يرجع بعد فتره يرجع يتذكر يرجع يفكر حاله نسيان او بس نحن اذا وصلنا لمرحله انه اضطراب القلق او بلشنا فتنا ب بعض الأشخاص اللي عندهم اضطراب قلق بصير عندهم قلق بيوصل لمرحلة الاضطراب ممكن يصير عندهم ممكن يصير عندهم حالات نسيان وحالات تشتت فكري وهم بحاجة لمداخلة تماما فقط بهالحالة. رأيك يعني دكتور مجدي بهذا الموضوع؟ لا مثل ما تفضل الدكتور النسيان بيكون هو نتيجة للقلق والضغوطات اللي عم بيتعرض لها الطالب إن كان من الأهل من المحيط الاجتماعي اللي عايش فيه من زملائه. بطبيعة الحال معظم الطلاب بيعانوا من قلق خفيف بيشعروا أنه هو نسيان كل المعلومات اللي دارسها. طبعا هذا شعور طبيعي لحد ما عند معظم الطلاب لكن بوقت الاختبار الطالب هو اللي محضر بشكل جيد ممكن يشعر انه نسيان كل شيء لكن وقت الاختبار بيجاوب على الاسئله وبيستذكر نعم. كل شيء هي حاله يعني شعور شعور نتيجه للضغط اذا ما وصلت لمرحله مرضيه طبعا نعم. طيب بالنسبه لهالمهارات التي يجب ان يمتلكها كل طالب اللي بنسميها مهارات امتحانيه اذا صح التعبير يلي هي من شانها انه تخفف الضغط والتوتر الناجم عن هذا القلق اللي عم يتطور لحتى ما ياخذ اتجاه سلبي بشكل عام. ابرز هاي المهارات دكتور مجدي اللي المفروض هي يتملكها الطالب الان سواء اثناء الدراسه ما قبل الامتحان واثناء فتره الامتحانات. هذه المهارات يعني مدرجه ضمن مصطلح تربوي نفسي مسمى بالحكمه الاختباريه. الحكمه الاختباريه اللي ممكن يتمتع فيها الطالب هي مجموعه من المهارات نعم. بتقيس مقدار الإفادة من صورة الاختبار نعم. لتحصيل أعلى علامة نتيجة. أو أعلى نتيجة نعم. تماما هاي المهارات صنفوها يعني كثير من العلماء يعني نتيجة دراسات متعددة إنه هي بتندرج ضمن تهيئة الطالب للاختبار نعم. التخمين الذكي اللي بيعتمد على وجود بعض الأدلة اللي موجودة ضمن أسئلة الاختبار نعم. أو المؤشرات أو المؤشرات نعم. اللي بتدل على الحل هاي بحال يعني الأكثر موجودة بحال نوع تمام. الاختيار من المتعدد تمام. أيضا تنظيم الوقت نعم. تنظيم الوقت خلال الاختبار
هذه المهارات يجب أن نقوم بتدريب الطلاب على تمام. من هاي المهارات والاستراتيجيات في عنا استراتيجية حكمة أداء الاختبار. تمام. تعرفنا عليها هاي الاستراتيجية يعني. تمام. هل ينصح بالتعامل أو يعني التقيد بها قبل الدراسة بالامتحاني ولا كمان إلى فائدة أثناء الامتحان والتعامل حتى مع الورقة الامتحاني ومع كل الأدوات اللي موجودة بين أيدي الطلاب في الفترة الامتحانية؟ تمام. يوجد عدة آراء بالنسبة لموضوع الحكمة الاختبارية اللي تكلمنا عنها قبل قليل، اللي هي مقدار الإفادة من صورة الاختبار وأسئلة الاختبار للإجابة عن هذا الاختبار وتحصيل علامات بدون دراسة المحتوى أو بدون أنه يكون له علاقة الطالب محضر حاله بشكل جيد لمحتوى الاختبار. ممكن يحصل علامات بدون تحضير جيد لمحتوى الاختبار من خلال الحكمة الاختبارية، هي القدرة على التعامل مع أسئلة الاختبار والإجابة عن أسئلة الاختبار من خلال مثل ما ذكرنا التخمين الذكي المبني على مؤشرات وأدلة موجودة ضمن الاختبار. في آراء متفاوتة يعني أنه لكن معظم الدراسات بتأكد أنه يجب تهيئة الطالب للاختبار، تدريبه على نمط الاختبار إذا كان الاختبار هو اختيار من متعدد أو كان أسئلة مقالية أو أسئلة الصواب الصح والغلط، أي كانت نوع الأسئلة الموجودة يجب أن ندرب الطالب ونهيئه للاختبار قبل الاختبار. هلأ هناك بعض المدرسين والمعلمين ممكن يقوموا بالتدريس خلال السنة كاملة بناء أو استنادا لنمط الاختبار، يعني هذا كمان إحنا ما يعني لا ننصح به، إنما ننصح به تدريس الطالب لأن يمتلك مهارات تمام. التعامل مع الاختبار والمهارات المعرفية تماما. حتى في مسألة كتير مهمة هي إدارة الوقت دكتور مجدي أثناء الامتحان. نعم. يعني هاي هي مرتبطة بهاي الاستراتيجية أم أن هناك استراتيجيات أخرى لإدارة الوقت أثناء هي الامتحان؟ هي مرتبطة بالمهارات التعامل مع الاختبار، إدارة الوقت أثناء الامتحان أو أثناء الاختبار. يعني على سبيل المثال أن يقرأ يعني تجنب الوقوع في الأخطاء، كيف ممكن أن يتجنب الوقوع في الأخطاء؟ من خلال قراءة واتباع التعليمات الموجودة في الاختبار. نعم. قراءة نص الأسئلة بشكل جيد، أن يركز في سؤال سؤال، يعني لا يشتت نفسه في أكثر في الإجابة عن أكثر من سؤال، أن يجيب عن الأسئلة بشكل تدريجي، السؤال السهل ثم الأسئلة الصعبة، إذا واجه سؤال صعب أن يتركه للأخير أو ممكن تجي المعلومة أو يتذكره خلال الحل المرحلة، أن لا يترك سؤال بدون إجابة، أن لديه مهارات هنا مع التعامل مع بنود الأسئلة، بحيث إذا المصحح أو معد الاختبار هل يتطلب السؤال الإيجاز والاختصار أم يتطلب الشرح والاستفاضة. نعم. هنا مهارة الطالب، ممكن الطالب أن يواجه صعوبات ببعض الأسئلة بمجرد دخوله على دخول وقت الامتحان أن يسجل على ورقة المسودة. نعم. ما يخشى أن ينساه، يعني هون نرجع لموضوع النسيان، هو داخل وخايف أن ينسى بعض المعلومات، مجرد دخل يسجل خريطة مفاهيم أو تماما يسجل على المسودة المعلومات التي يخشى أن ينساها. كل هذه الاستراتيجيات والمهارات هي تساعده على الضبط النفسي والتعامل مع الاختبار بسلاسة دون خوف ودون قلق، لأن معظم طلابنا عندما يقلق أو يخاف ممكن أن يدخل في صدمة الاختبار. نعم. ممكن يسمى مثل بلوكينج أو مثل حتى يتروح تغيب المعلومات عن ذهن، تغيب المعلومات عن ذهن كتير من تماما. طيب. هون مسألة تنظيم الوقت هي مسألة مهمة جدا بفترة الامتحان الإجابة عن بنود الاختبار خلال وقت الامتحان. نرجع نحكي فيها ولكن اسمحونا نتوقف باستطلاع طبعا كاميرا البرنامج، يعني اختارت انه تسأل شريحة من الناس سؤال وناخد منه ارشادات شو ممكن هني يوجهوا نصائح لطلابنا من عينة عشوائية من الناس، منتابع النصائح مشاهدين بالاستطلاع الآتي وبعده نعود، ابقوا معنا. شو بتحب توجه نصيحة لطلاب الشهادات حتى ما يضغطوا على حالهم نفسيا؟ يعتبروا مثل اي امتحان ويسترخوا وما يحملوه زيادة، لان في كتير طلاب بتاكل هم الامتحانات قبل، هذا بيأثر سلبي عليهم، وبنفس الوقت ما يتراخوا بالموضوع، يعني يحملوه كتير طبيعي ويقدموا كتير طبيعي. يراجعوا المواد قبل بوقت، ويناموا بكير مشان
كمان يعني انه لما يفوتوا على الفحص يكون متهيئين نفسيا يعني وجسديا. بقول لهم اول شيء يتكلوا على الله، لانه بالاخير اللي عينه بعين الله الله ما بيضيمه، وهو يتعب على حاله ويجد ويجتهد وان شاء الله الله ما بيضيمه. برايي ما يحملوها اكثر مما هي مستاهله، يعني هي سنه مثل كل السنوات بتمر عادي، بكفي الواحد يلتزم شوي ويدرس ويتابع الامور. انه يناموا منيح، اهم شيء انه النوم قبل الامتحانات، وانه يكونوا هيك يعني كل واحد اذا دارس منيح ومجهز حاله انه يعني يكون نفسيته مرتاحه، وقبل ما يروح على الامتحان يفطر ياكلوا لقمتين قبل ما يمشي، ويعني ويسمي بسم الله، انه يدرسوا ويعملوا اللي عليهم ويتكلوا على الله. يعني انه ما ينضغطوا ما كذا، انه خلاص انه يعملوا اللي عليهم ما بيتوتروا ويتفائلوا بالخير ان شاء الله يجدوا. دكتور احمد كثير يعني بينصح انه يبتعدوا طلابنا عن التوتر والقلق اللي حكينا فيه منذ قليل، ولكن تماماً. متى تتحول هذه الحاله الى حاله خطر حقيقي عند الطلاب؟ تماما، سمعت بالريبورتاج الشخص اللي حكى اول شيء انه يحاولوا انه يسترخوا يبعدوا يبتعدوا عن القلق، او يتعاملوا على انه مثل اي صف عادي، مثل أي يعني صف عادي او مثل اي حاله طبيعيه. طبعا في اشخاص يعني هي طبعا نحن دائما بنفكر انه حاله القلق الموجوده بالامتحانات هي معناها حاله قلق دائمي، يعني معناها هي مربوطه بموضوع الامتحانات. نعم. الا اللي عنده ممكن يكون اضطراب القلق موجود باي، لهيك نحن في بعض الاشخاص يعني ما في يعني هو عنده اضطراب، ممكن يدخل باضطراب قلق، يعني صارت حاله لا اراديه، ما بقى موضوع انه هو في سيطره عليها قوي، لهيك نحن بتأدي عندنا الأعراض جسدية وأعراض نفسية وأعراض اجتماعية. تمام. وأعراض هم بصير عاد الموضوع يعني خارج عن ال. كثير من الطلاب دكتور ملاحظ على أنه هني قبل وبعد الامتحان، ويمكن هلا بهالوقت هذا كثير بيتجهوا لحالة مناقشة دراسة الحالة النفسية، شو بيتناقشوا مع رفقاتهم يعني إن كان على الهاتف ولا وجه لوجه مثلا، هذه المناقشة مثلا هي صحية بهذا الوقت قبل الامتحان ولا ممكن تعتبر هي حالة من المشتتات بالنسبة للطلاب؟ هلا يعني التواصل دائما تواصل هو بشكل عام التواصل فعال، لانه كثير احيانا الاشخاص بيكون او بعض الاشخاص وبعض الافراد او بعض احنا خلينا عم نحكي عن الطلاب يمكن يكون عندهم بعض الافكار وبعض المفاهيم ما انا موجوده، التواصل الفعال مع الاشخاص الثانيين ممكن يحطهم ببعض الافكار وبعض خلينا نقول المنتج الفكري يعني ما انه موجود عنده ما انه يعني مطرق له سابقا، التواصل حالي جيد طبعا مع امكانيه اختيار الشيء الصحيح، بس يعني بيكون عنده امكانيه اختيار كمان ما بيسبب له تشويش ممكن مثلاً. ممكن كثير ممكن يقوده لنوع من المقارنه ممكن مع كثير ممكن بعض الاشخاص او بعض الطلاب القياديين يقوده لشيء انه والله يعني حتى يعني خلينا نقول الشيء اللي هو بنفسه هو الشيء اللي بده اياه هو، يعني البعض يعني اذا تحصيله مثلا اضعف وتحصيله ممكن يقوده باتجاه تماما انه هيك، ممكن يقول انه انا تضعف ثقتي بنفسي اني انا ما دارس شيء، معناتها في امور بيعرفها هو انا ما بعرفها مثلا. تماما، لهيك هو بده يكون عنده امكانيه يعني التمييز والعقلاني يعني والعقلاني للموضوع، بس يعني التواصل الحالي جيد بشكل عام مع استاذه بتصنفه نعم مع استاذه كمان قبل الامتحانات مع الطلاب المتفوقين مع الأهل يعني. تمام. طيب ناخذ اتصال من الطالب محمود من اللادئية. مساء الخير محمود. ألو، مساء الخير. أهلين محمود، صباح صح؟ صح. أهلا وسهلا بحضرتك صديق التربوية والبرنامج، تفضل محمود عم نسمعك، حفظنا صوتك. سؤالي للأستاذ مجدي كونه رئيس قسم البحوث بالمركز الوطني. نعم. قياس التقويم. نعم، القياس والتقويم. إذا دكتور مجدي عم يسمعك تفضل. عندي سؤال بالنسبة للأسئلة بشكل عام، هلا الأسئلة بالامتحانات العامة عم تكون جدا سلسة وبراعي كافة مدروسة أكيد. نعم. يعني هني بيعتمدوا بالأسئلة على أشياء كثير مريحة للطالب، بس هلا احنا عندنا في الصفوف الانتقاليه ما كثير في هالشيء. نعم. باي يعني صف؟ باي صف حضرتك؟ اول ثانوي. عاشر. يعني سؤالك عن الاسئله، هل يمكن ان تاتي بنموذج غير مالوف او خارج الكتاب؟ لا. ام ماذا؟ انا عم بحكي على الصفوف الانتقاليه، انه
بالشهادات بتجي الاسئله كثير سلسه ومراعيه. تماما، هو انا هذا سؤالي، انه قصدك هيك سؤالك قصدك ضمن الصفوف الانتقاليه. تفضل دكتور، سمعته اكيد. تمام، اذا احنا عم نحكي هون عن الاسئله التي توضع بالنسبه للصفوف الانتقاليه. الاسئله الموضوعه للصفوف الانتقاليه هي اسئله توضع من قبل المدرسين. في بعض الاحيان تكون هناك نماذج موحده توضع من قبل لجنة في الوزارة وبالتعاون مع مديريات التربية في المحافظات. هلأ عندما تكون الأسئلة موحدة، لاحظ بتكون أقرب لأسئلة الشهادات، يعني بيكون الأسئلة اللي واضعينها هم لديهم خبرة في وضع الاختبارات، لذلك تشاهد أسئلة تتبع المعايير الموجودة في مركز القياس والتقويم، معايير الاختبار الجيد اللي هي شكل الورقة الامتحانية، سلامة اللغة، تسلسل الأسئلة من السهل إلى الصعب، شمول الأسئلة على كل المعارف الموجودة في الكتاب. يعني لا يمكن أن تجد مثلا نموذج أو أسئلة هي من وحدة تعتمد على وحدة دراسية واحدة فقط أو وحدتين دراسيات، هنا يعني تعتمد على التوقعات أو أشياء أخرى. لذلك يعني نحن في مركز القياس والتقويم نقوم بتدريب المدرسين والمعلمين للصفوف الانتقالية على مهارات وضع الاختبار. يعني للأسف في بعض الأساتذة والمعلمين مهاراتهم يعني للأسف هي ضعيفة في وضع الاختبار، لذلك تجد أنه الأسئلة مختلفة عن الأسئلة اللي أشرت على أسئلة الشهادات. تمام، إذا الفكرة وصلت، بس نحن بتشكرك محمود لاتصالك، بتمنى لك التوفيق والنجاح. نعم، قدر الإمكان يعني حسب توجيهات السيد الوزير وفي خطة مركز القياس والتقويم التدريب على الحقيبة الشاملة للتقويم من أجل التعلم وكيفية وضع الاختبارات. تماماً. حتى تكون الاختبارات عادلة وموضوعية ولا يوجد عليها اعتراضات. تماماً. مثل الاعتراض اللي أشار إليه. تمام، إنما نحن ندوتنا اليوم الأولوية هي لصفوف الشهادات التاسع والبكالوريا كون الامتحان بعد أيام قليلة. برجع لك دكتور أحمد، الضغط النفسي والتوتر والقلق، هل فعلا النوم يكون هو علاج فعال ضد هذه الاضطرابات النفسية؟ يعني النوم هو جزء كتير مهم من خلينا نقول من الآلية اللي راح تكون ما بنقول علاجي بس هي حالة طبيعية، بس خرجت عن السياق الطبيعي صارت تحولت لحالة مرضية. طبعا في بعض الطلاب بيتبعوا بعض خلينا نقول الدخول ببرامج، ومعظم انا عم لاحظ معظم الطلاب عم يحاولوا بمرحلة السهر عم يأثروا عم يشوفوا على الساعة البيولوجية وعلى ممكن تأثر، ممكن كلها تأثر. عم يعتمدوا على ما يسمى سمارت دراجز، أدوية الذكاء، اللي هن ما بعرف هي الثقافة من وين دخلت لمجتمعنا، إنه ناخذ يعني الحبوب معناتها أنا منشطات أو منشط ذهني منبه، إنما هي بالعكس بتأثر، ممكن يكون لها تأثير يعني سلبي على الذاكرة. أهم شيء النوم الصحي والنوم الساعات المتواصلة. نعم. بدون مشتتات بدون مشتتات متواصل، والمتواصل اقل شيء مثلا يعني الطلاب بهالعمر اقل شيء مثلا 7 ساعات. تمام، طيب شو ابرز النشاطات اللي بتنصح حضرتك فيها القيام بها الان ضمن اطار الوقت المنظم لتفريغ هذا التوتر والضغط النفسي؟ هلا مثلا الرياضه بس بننصح احنا دائما بالرياضه، يعني ما تكون رياضه مجهده كثير كمان. نعم. لانه ممكن تاثر على بقيه خلينا نقول ملكات الجسم الغذائية أو أو مثلا تأثر على بعض العضلات، أو حتى مثلا في بعض بيجاوب مثلا ممكن يروح يطلع على تمرين يرجع مثلا يلعب كرة قدم أو يلعب لعبي فيها شوية رعوني خانسوية، ممكن يتعرض لكسر يروح كل تعب السنة تبعه وتبع الاجتهاد الإصابي. نعم. رياضة ناحية كتير مهمة وكتير جيدة بالفترات مثل إذا الرياضة المعتدلة. نعم. الموسيقى، لجوء الموسيقى واستماع للموسيقى، طبعا الموسيقى الهادئة أو الموسيقى الموجهة بطريقة صحيحة. نرجع نحكي كمان على هاي الفئة من الطلاب اللي هني ممارسة بعض النشاطات. نعم. يعني أي نشاط مثل ما سلف وذكرنا، مثلا إذا يعني طالبي مثلا زفاتت مع أمها بتنسى بتصير يعني بجو تاني أو موقع تاني، مثلا عم تطبخ طبخة ممكن تساعدها فيها، ممكن تروح على السوق مثلا، ممكن تروح مثلا بعد تجيب لفترة قصيرة. نعم. الشاب مثلا بعد ممكن مثلا يروح يطلع ولا وطلع مثلا في أهل بكتير مثلا لا نهائيا ولا دقيقة. بس خلينا نرجع نضوي على فكرة دكتور،
اللي بياخذوا هني اللي بيعتمدوا الموبايل كوسيله ترفيه. رح نحكي نرجع نذكر باضراره، ولكن اسمح لنا نتوقف باتصال مع امير من حمص وبعدها بنرجع نحكي بالفكره. امير يسعد مساك. ومساك يا رب. باي صف امير؟ صف تاسع. امين، اهلا وسهلا فيك يا امين. شو كيف الهمه، كيف الدراسه؟ تمام والله تمام الحمد لله. خايف، متوتر، عندك قلق، ولا كيف استعدادك النفسي؟ والله في توتر. هذا شيء طبيعي اكيد، وانما دراستك كيف كانت خلال العام؟ انت راضي عنا؟ تمام الحمد لله. باي نسبه؟ نعم. بنسبه كم راضي عنا؟ 100 كثير. بنقول 100%. لا خليك واثق بحالك، قول 100% واثق بحالي اكيد. 100%. تمام برافو عليك، معناتها ان شاء الله من الاوائل اللي حتكون. تفضل. ان شاء الله. عم نسمعك، الدكاتره عم يسمعوك. نعم. سؤالك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا نحن عم صف تاسع انا وعم عاني من ضغط نفسي وتوتر. مرض نفسي اوف. ضغط نفسي. ضغط نفسي. ضغط نفسي. نعم. طيب الضغط النفسي من شو؟ من مادة محددة ولا من فكرة الامتحان بشكل عام أمين؟ والله من مواد محددة. مواد محددة مثل شو مثلا؟ مثل علوم عامة. علوم عامة وخاص نص العلوم. لا كثير هيك. طيب عم تتواصل مع أستاذك مثلا؟ عم تتواصل مع حدا؟ نعم. يخفف عنك هاي الضغوطات؟ نعم. طيب إذا عندنا مشكلة الخوف والرهبة من مادة محددة. نعم. امتى بدات هذه المشاعر؟ هذا نعم. العام صف التاسع ولا من سنين سابقه؟ في شيء بينك وبين العلوم مثلا؟ والله من سنين سابقه. مع انه ماده العلوم حلوه يا امين، يعني ضروري انه نحن نتعامل معها كماده ثقافيه. خليني نعم. على الاقل اقول لك ضروري اعرف انا اجهزه جسمي، وظائفها الحيويه والبيولوجيه. نعم. وضروري اعرف انا اذا وجعني شيء اعمل دراسه حالي لإلي مبدئيه ضمن نعم. المعلومات والمحتوى المعرفي المتاح عندي. نعم. ف الخوف هذا لازم ما يتطور معك، يعني انت المفروض انا رح اعطيك نصيحه. اول شيء امين بالنسبه لدراسه العلوم نعتمد شوي على التقويم بنهايه كل درس بدرسه، نعتمد على المراجعه المستمره واليوميه. تمام، يعني ما تترك فجوه بينك وبين ماده العلوم علم الاحياء. في شيء ثاني كمان انت بتعاني منه مثلا غير انه عندك توتر او رهبه من هدف محدد او من شيء محدد غير العلوم مثلا؟ ايه هلا انه مثلا الخوف بياثر مثلا على الفحص او نسيان المعلومه. شو هو؟ الخوف. الخوف. الخوف نعم. والنسيان. طيب دكتور مجدي تفضل جاوبه. هلا طبعا استراتيجيات الخوف والقلق والتوتر يعني لهم دور انه بمساله النسيان وطريقه الاجابه عن اسئله الاختبار. هلا هون ننصحك مثل ما تفضل الاستاذ احمد انه المراجعه المستمره ومتابعه الدروس يعني مع الاستاذ ومع زملائك خصوصا المتفوقين، قراءه الدرس والتقويم بنهايه كل درس. هلا ممكن انه انت يعني هاي الماده بالذات انه انت ما بتحبها لاسباب ممكن نعرف مرتبطة بشيء معناتها مرتبطة. شو اللي خلاك بتخاف من العلوم؟ انقطع الاتصال عبد امين. طيب خلينا معناتها نرجع لنفس نوظف نفس الفكره. تفضل تعليقك قبل ما ناخذ سؤال. هي نفس الفكره انه الخوف اول شيء هو اعترافه بالخوف هي حاله صحيه. يعني الاعتراف من من خلينا نقول هو انه مجرد انه حاس مشاعرات انه بحال في حاله خوف هي طبعا نحن دائما في عندنا هامش يعني حاله الخوف حاله طبيعيه. يعني هو اول شيء بلش انه عنده ثقه بنفسه انه هو كل الـ او 100% يعني عمليا حاله الخوف ضمن خلينا نقول السياق الطبيعي ودائما نعم. الاعتراف ومعالجه الخوف بالاعتراف فيه وبي يعني معرفه الخطا وين معرفة الخطأ او الفجوه وين هذا دليل على دلاله الخوف مش شيء معين دليل انه ممكن يكون عنده هو بعض الفجوات البسيطه ببعض الحلو الأماكن. هو عارف تمام. مشكلته وين هاي الفكره ومحدد دليل مكان الثقه. هذا دليل الثقه بالنفس. نعم الطلاب بيكرهوا ماده محدده نتيجه مثلا موقف ارتبطت بموقف. نعم موقف غلط
يعني ممكن انه يتم ترميم هذه المساله ومعالجتها يعني وتحبيبه بالماده. نعم. خصوصا ماده العلوم هي من المواد الشيقه. تماما. الى وسائل نحن هون بنعول على دور الاهل دائما يعني انه هن يكتشفوا المشاكل اللي عم يعانوا منها اطفالهم وطلابهم، خاصه اذا في مثل هيك في مشكله مثلا من خلال التواصل مع المدرسه، من خلال صحيح. التواصل مع اولياء الامور، فضروري نحن دائما بكل ندواتنا الارشاديه تماما يعني. مثل ما بنوجه دائما دكتور نصائح للطلاب، كمان احنا لازم نوجه نصائح للاهل ويكون في عندهم ثقافه بالتعامل مع ابنائهم الطلاب بفتره الامتحانات. ضمن هاي الاطار وضمن هاي النقطه اللي احنا كمان توجهت كاميرا البرنامج لعينه من المشاركين بالاستطلاع الاتي مشاهدينا، واخذنا منهم مجموعه نصائح موجهه للاهالي لذوي الشهادات. منتابع هاي النصائح بالاستطلاع القادم. شو بتحب توجه رسالة لطلاب الشهادات وأهلهم بما يخص الامتحانات بشكل عام؟ والله أنا هوجه رسالة إلى الأهالي وإلى الطلاب. هناك شيء اسمه رهاب الامتحانات، الطالب يعاني منه قبل الامتحان بفترة وجيزة، يظن أنه مدرس، يظن أنه ما في عنده معلومات، ما يستطيع استذكار كل المناهج. فمطلوب الهدوء والتعامل مع هذه الحالة النفسية بمساعدة الأهل الذين يوفرون هذا الجو المناسب لدخول الامتحانات. أيضا الطالب ما يستطيع يسترجع المنهج كله دفعة واحدة، لكن يسترجع المعلومة المفردة حقيقة صح في علم النفس. أنا أتمنى من أبنائنا الطلاب أن يتعاملوا مع هذه الحالة تعاملا نفسيا هادئا، وعلى الأهل أن يساعدوهم في توفير الأجواء المناسبة. نتمنى النجاح لأبناء سوريا جميعا. هلا بالنسبه للطلاب اللي عندهم امتحانات بشكل عام، هو يعني الثقه المتبادله بين الاهل والطالب، يعني يعطوه الفرصه يعني التعامل معه بدراسته، اهتمام فيه بالدراسه، اهتمام شو عنده دروس هو هلا اخذها مثلا ضمن المعاهد اللي هو عم يدرس فيها، ويعطوه الحافز له، يعني يريحوه بشكل عام ضمن الأسرة الواحدة، ويعطوه الأريحية كيف 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 يتابع دراسته ضمن المنزل اللي هو قاعد فيه. الأهل متواصلين مع الطالب، يعني مو انه يتركوا على راحته، يعني درس يعني ما يتركوا المواد كلها تتراكم عليه واخر شيء بقى بده شحط يلحق، لازم يعني مباشرة درس. والأهل لهم دور كبير انا برأيي، لأنه الطالب إذا توتر ممكن يصير في معه طفح جلدي، ممكن يصير معه كتير شغلات، لازم يكون أهم شيء الراحة النفسية أنا برأيي، يريحوا نفسيا للطالب، وقال الطالب أكيد رح يتعب. وبعدين إذا بدي يستنى لآخر شيء لشهر المراجعة شو عاد بده يدرس، ما عاد يلحق، لازم درس أنا برأيي. وهو يعني أخيرا مثل كأنه مذاكرة، يفتحوا لنا المجال للدراسة، ما يشوشوا عليهم، يأخذوا راحتهم بالدراسة. الاهتمام، التركيز، يعني رسالة للأهل أنه تأمين الأجواء المناسبة، يعني أنه قدر الإمكان يحاولوا يأمنوا الجو المناسب لدراسة أبنائهم. تمام. وبالنسبة للأبناء الهدوء أهم شيء، الهدوء تمام، الابتعاد عن التوتر، الهدوء، التركيز تمام، الاهتمام، ترتيب الوقت، تنظيم الوقت تمام. إن شاء الله يا رب الله ينجح الأولاد، الله يفرح أهليهم يا رب. يعني تابعنا كثير من النصائح، هي نفسها دائما بكل ندواتنا الارشاديه، يعني بتتقاطع مع كثير من الخبيرين اللي بتوجهوا فيها للاهالي. لاستثمر الدقائق الاخيره في شيء كثير كنا حابين نحكي فيه دكتور مجدي، وهو استراتيجيه التخمين الذكي. تعرفنا اكثر بهاي الاستراتيجيه، وهل هي صعب تملكها بالنسبه للطلاب؟ الاستراتيجية التخمين الذكي المعتمدة على المؤشرات الموجودة ضمن الأسئلة نفسها، أسئلة الامتحان، هي مهارة تعد من مهارات الحكمة الاختبارية. التخمين الذكي بتعتمد على المشتتات، يعني أحيانا على سبيل المثال بأسئلة الاختيار من متعدد يكون بعض الخيارات أو البدائل يكون أطول من بقية الخيارات، فهذا ممكن أن يدل الطالب على أنه هذا الخيار هو الخيار الصحيح. نعم. للإجابة عن السؤال. لماذا هو الخيار الصحيح؟ لأن يكون حريص معد الاختبار أن يضمن هذا الخيار كافة المعارف والمعلومات الصحيحة.
أيضا يعني ممكن أن يضع ضمن البدائل، يعني عادة بكون 3 بدائل أو 4 بدائل أو 5 بدائل لكل سؤال ضمن الاختيار المتعدد. تماما. يعني ونحن نعلم أنه أسئلة البكالوريا رح تكون هي أسئلة اختيار من متعدد. تماما هي التجربة الأولى. تمام. لذلك يعني من الضروري هي تدريب الطلاب على التعامل مع أسئلة الاختيار من متعدد وكيفية. تمام. بس هي كلمة عنها. تخمين يعني تتقاطع مع شيء متوقع. توقع متوقع يعني. بناء على أدلة. على سبيل المثال ممكن أن تكون ضمن البدائل هناك خيارات غير معقولة وغير منطقية. نعم. هذه الخيارات فورا الطالب يقوم باستبعادها. هلا هاي المهارة اللي احنا كنا نقولها مثلا او بنسمع انه انا لحقت الهامي احساسي واجا صح. فبناء على معايير معناتها الطالب ممكن يتملكها ولكن ما عنده فكرة. هي مهارات تعتمد على مهارة الطالب وذكاء الطالب. هي لا تعتمد على التوقع بحت يعني. عندما نسميها تخمين عشوائي، توقع عشوائي دون أن يستند هاي صارت إلى مؤشرات بعيدة عن الاستراتيجية، صارت بعيدة عن عبارة عن حظ عن تعريف الحكمة الاختبارية. تماما. صفة عبارة عن حظ. نعم. إنما الحكمة الاختبارية هي أن تستدل من المؤشرات. والكثير من الكثير من العلماء والباحثين يعني نعم. هون يقولون يعني بدلا من تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة من خلال هذه المؤشرات هي أن ندرب وضع الاختبار تماماً. البعض عن أخطاء القياس. إذن يعني كثير من العلماء يعدوها هي من أخطاء القياس. يعني على سبيل المثال عندما أسألك عن بلد المعري، نعم، أضع ضمن الخيارات 4 خيارات، بدي أضع 4 مدن، نعم، مثلا دمشق، حلب، حمص، المعرة أو معرة النعمان. هون معروف في خطأ بالقياس. مراكز يعني محافظات. نص السؤال هو عن المعري. نعم. وضمن الخيارات معرة. متشابه لغويا. معرة. نعم. فمن ضمن نص السؤال يستطيع الطالب تماماً. أن يستدل على الإجابة. يعني هون هي. هون صار بعيد عن الحظ وأن ربط مفاهيم ومعارف تماماً. سابقة بيكون درسها هو خلال تماماً. العام تماماً. الدراسي. وجود بعض الأرقام وال. تواريخ مثلا والتواريخ هي ايضا تدل على انه الاجابه الصحيحه. مثلا عندنا حدث ممكن يكون هو مقرون بحدث يعني انه بعام حديث وفي اعوام قديمه وهو الاحدث. يضع خيارات هنا ماذا يختار الطالب؟ هلا ضمن هذه الاستراتيجيه استراتيجيه التخمين الذكي يختار الوسط، الرقم الاوسط، لان غالبا يقوم معدل الاختبار بوضع ارقام فوق تماماً. الرقم الصحيح وتحت الرقم الصحيح. تماما. فمن يعني هي عبارة فعلا عن مهارات تستند إلى أخطاء القياس التي يقوم بارتكابها معدل الاختبار. هون كلما عرف الطالب بكيفية أعداد الاختبار يستطيع أن يجيب أكثر. الخطأ إذن هو المؤشر للجواب الصحيح. نعم. الحكمة الاختبارية والتخمين الذكي هو يعني أن يقوم الطالب بالإجابة عن الأسئلة نعم. من خلال بنود الأسئلة والخيارات تماماً. الموجودة تماماً. ضمن الأسئلة دون الاعتماد على دراسة تماما. نحن للأسف تماماً. الوقت لح يخلص الوقت، ولكن بدي استثمر آخر دقيقة دقيقتين نعم. دكتور أحمد، إنه الطلاب كتير عم يتصلوا بيقولوا نحن عم ننسى المعلومات، هذا لح يكون له تأثير نفسي سلبي، يعني قد تتطور لمؤشرات سلبية للطالب مثلا. طبعا ولا هو شيء طبيعي؟ لا شيء طبيعي. أكيد بدي أقنعهم أنا أنه هو شيء طبيعي للطلاب. لا شيء طبيعي طالما أنه مثل ما حكينا ما وصل لمرحلة اضطراب أو حالة مرضية، يعني حالة طبيعية بيشعر فيها وحتى نوع من الأحيان بيعزوا نفسهم فيها أنه هن يعني عم يدرسوا عم يتعبوا كذا في حالة نسيان. يعني أنا برأيي شيء طبيعي ويستمروا ويشوفوا النقاط، ممكن تكون أحيانا بعض نقاط الضعف في بعض الأماكن وبعض المواد هي بحسوا أكثر أنه مكان النسيان فيها. تماما. بتمنى أكيد التوفيق والنجاح للجميع، للأهالي أهم شغل أكيد. الأهالي يضلوا محافظين هلا على هدوء أعصابهم. أهالي كل ما عندنا شيء اسمه عندنا شيء نحن برنامج وزارة الصحة اسمه دعم الداعم. نعم. الأهالي كمان بدهم دعم يعني أكيد. أكيد. بالنهاية نحن عبر يعني شاشة التربوية نطلق النداء لجميع الأهالي أنه يظلوا ماسكين زمام الأمور ومحافظين على هدوء أعصابه، لأنه هلأ هني قدوة بالنسبة للطلاب يعني أبناء الطلاب. ممكن نعم. بعض النصائح الأخيرة اللي تفضل بشكل سريع بشكل دكتور. سريع هي الطالب عندما يدخل الامتحان يجب تدريبه على
مهارات التعامل مع الورقة الاختبارية، نعم. أن يقرأ التعليمات بشكل جيد، أن يقرأ نص السؤال بشكل جيد قبل أن يجيب، أن يخطط للإجابة قبل أن يملأ الإجابة، أن يترك فراغات بين كل سؤال وسؤال، لأن في نهاية الاختبار ممكن أن يستذكر شيء ويضيفه لإجابته. صحيح. أن يجب عن الأسئلة التي يعرفها ولا يضيع الوقت في الإجابة عن سؤال هو نسيانه أو لا يعلم كيفية الإجابة عنه. يعني كل هذه المهارات، إدارة الوقت، يعني هي من المسألة المهمة. نعم. يعني كثير من الطلاب يكون يعلمون تمام. الإجابة لكن ضاعوا وقت الامتحان بالإجابة عن الأسئلة. بس نقطة، نعم للأسف، تفضل. نحن حكينا عن الضغط النفسي والشدة أثناء الامتحان والقلق. ممكن أحيانا بعض الطلاب، نحن كثير الأهالي لازم ينتبهوا، نكون أحيانا بعض المشتتات ما تكون لها علاقة بالامتحان. تمام. يعني كمان بدنا نصبر نحن الطالب، نكون قريبين منه، نتواصل معه بشكل جيد. ممكن يكون عنده مشكلة خارج نطاق الامتحان، هي اللي شغلت له كل التفكير. صحيح صحيح، تمام، تعتبر من المشتتات. طبعاً احنا كل هاي النقاط بنوه الى مشاهدين انه تيباعا احنا رح نناقشها خلال ندواتنا الارشاديه وخلال الفتره الامتحانيه ان شاء الله، لحتى نقدم اكبر قدر من الفوائد في هذه الفتره بالاستعانه بخبرات ضيوفنا الاكارم. بالختام بدي اشكركم جزيل الشكر الدكتور احمد سلامي، حضرتك اختصاصي نفسي، شكرا لك، والدكتور مجدي السعدي رئيس قسم الدراسات والبحوث في مركز القياس والتقويم التربوي على وجودكم معنا وكل المعلومات اللي قدمتوا لنا اياها. اذا ابنائنا الطلبة الاعزاء والاهالي الكرام، الامتحانات هي فصل من فصول الحياة بحاجة الى فن للتعامل معه بشيء من الصبر والحكمة والهدوء. يمكن اتقان هذا الفن لتحقيق افضل النتائج. كل التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح. نلقاكم غدا بنفس الموعد، الى اللقاء.